لا الدرايف بتاعي وانا بشيله بقى معاكم، يعني بشيله بطريقة تبقى معاكم. تمام. تمام طيب الناس كده شايفة السكرين بتاعتي مظبوط؟ شايفين السكرين؟ شايفينها مظبوط يا دكتور. شايفين تمام يا اه باشمهندس، تمام يا باشمهندس. تمام. طيب تعالوا نبص كده. بسم الله، احنا النهارده هنشتغل في شيت 1. شيت 1 هيقعد معانا كام مرة يعني؟ النهارده والمرة الجاية أكيد، ممكن بعدين كمان. تمام، هو مين بيتكلم على البوينترز والاوتوماتيك الوكيشن والديناميك الوكيشن، جزء السي بلس بلس كده، الريفيجن اللي هو قبل ايه، قبل ما نبدا في الكلاسز والكلام ده. تمام طيب، هي دكتور ماجده المره اللي فاتت اديتكم عامل اديتكم سلايدز بتاعت البوينترز والفانكشنز والاريز، صح كده؟ تمام ولا ايه؟ تمام يا دخلت باشمهندس. دايناميك اللوكيشن معاكم كمان في الديناميك الوكيشن السلايد اللي بعديها، صح كده؟ تمام طيب، النهارده مش هنتكلم على الديناميك الوكيشن، هنتكلم على العادي الاوتوماتيك الوكيشن العادي، واستخدام البوينترز والفانكشنز والموضوع الباسنج اللي هو باسنج باي ريفرنس وباي فاليو باي بوينتر. تمام طيب، دلوقتي هنشوف كده. هو اول بروبلم بيقول شوف لو كل بروجرام سيجمنت فاليد ولا مش فاليد، يعني فيها مشاكل او ما فيهاش مشاكل. تمام، ولو ما فيهاش مشاكل قول لي ايه الاكسبكتد اوتبوت بتاعها. طبعا احنا عارفين لو في حاجه فيها سنتكس ايرور مش هيبقى ليها اوتبوت اصلا، لان هي مش هترن اساسا، يعني هي ايه هتطلع لي الايرور ومش هترن اساسا. تمام، فاحنا محتاجين نشوف اصلا هي في سنتكس ايرورز ولا لا، سنتكس ايرورز او غيرها يعني، او اي نوع من انواع الايرورز، يعني ونشوف لو ما فيش ايرورز نطلع الاوتبوت بتاعها. تعالوا نبص على اول واحده خالص كده، اللي هي اند اكس ايكوال 5. دي داتا اند اكس ايكوال 5 اول واحده. فانت اكس ايكوال 5 ده هيحجز لي مكان في الميموري اسمه اكس، الفاليو بتاعته 5. تمام طيب، اف اكس اكبر من 0 تمام، هيخش يخلي الاكس ب 10، فيخلي لي الاكس بتاعتي بدل ما كانت ب 5 بقت ب 10. انت واي ايكوال 1 هيحجز يعني بعد الاكس مكان تاني للواي. يعني انا في الطبيعي لما كنت بشرح الكلام ده على البورد وكنت برسم الميموري حاجه زي السلايدز بتاعت المحاضره وكده، ببقى راسمه الميموري، بس انا ما عنديش امكانيه دلوقتي ارسم، فانا بعمل يعني بقول لكم بحاول اخليكم تتخيلوا الدنيا. فانا عندي الاكس محجوزه وقيمتها اخر قيمه ليها 10، الواي هتبقى فوقيها القيمه بتاعتها 1. تمام، يعني بعديها القيمه بتاعتها 1، هسي اوت اكس وواي، فكده هيسي اوت ايه 10 و1. تمام، لو حبيت افتح حاجه فيها ثانيه هنا. يبقى 10 بعديها 1، ما دام انا ما عملتش سبيسز ولا حاجه هيبقى ورا بعض بالشكل ده. تمام طيب، بعديها عملت خرجت بره الايه، بره سكوب الاف. بص، فتحه البيسز وقفلتها دي بنسميها دي بلوك او بنسميها سكوب، خلاص بنسميها ايه سكوب. تمام، فانا دلوقتي ده كده انا فتحت سكوب وهنا ايه قفلته. مع قفله السكوب ايه اللي بيحصل؟ اي حاجه اتعملت بالاوتوماتيك الوكيشن بيحصل لها ديليشن او بيحصل لها ديستراكشن اوتوماتيكلي. فاهمين؟ يعني ايه اي حاجه اتعملت من غير دايناميك الوكيشن؟ يعني اي حاجه اتكريتت من غير ما نقول فيها نيو. فاهمين؟ يعني بالطريقه العاديه اللي هي مثلا زي انت واي اللي بقول فيها الداتا تايب وبعديها اسم الفاليو. فانا دلوقتي عند نهايه السكوب ده هعمل ايه؟ هبص على السكوب اللي انا بنيه دلوقتي، بشوف ايه الفاريبلز اللي اتعرفت فيه؟ الواي بس هو اللي اتعرف فيه، فاللي بيحصل ان الواي نفسها بيحصل لها ديستراكشن. فالواي ما تبقاش موجوده، فاللي يبقى عندي بس الموجود عندي في البروجرام بتاعي الاكس. فاهمين؟ يبقى انا السطر ده كريت لي الاكس، السطر ده كريت لي الواي، ده ما كريتش اكس جديده، ده غير في الفاليو بتاعتها، ده كريت لي الواي. هنا مع نهايه البريسز هيمسح الواي او هيديستراكت الواي بتاعتي اوتوماتيكلي، خلاص. طيب بعديها هطلع هعمل سي اوت للاكس عادي خالص، سي اوت الاكس لو البروجرام شغال هيجيب لي الاكس ب 10، صح كده؟ عشان اخر فاليو ليها الفاليو اللي هي مكتوب فيها دلوقتي. طيب لا، سي اوت الواي بقى تطلع كام؟ ايرور بقى، هيطلع ايرور، هيطلع ايرور، لا مش هيطلع ايرور، هيطلع فايل. هقول لكم بس اقفلوا بس مايك. بصوا، هو لا ده هيطلع سينتاكس ايرور كمان، يعني حتى مش مثلا لوجيكال ايرور ولا رون تايم ايرور ولا حاجه، هو هيطلع سينتاكس ايرور. ليه؟ حاجه من الحاجات بتاعت السينتاكس ايرورز ان لما يكون لما تيجي تستخدم فاريبل مش متعرف او مش عامل له الديكلاريشن او مش قايل الداتا تايب بتاعه، اللي بيحصل ان هو ايه بيطلع لك ايرور بيقول لك ان انت بتستخدم فاريبل undeclared، يعني مش متعرف، مش متقال التايب بتاعه قبليه.
فهو هيعتبر الواي بنفس الطريقه، يعني هيعتبر الواي كانه هو شايف السكوب الكبير اللي هو بتاع انت اكس ايكوال 5، كانك قلتي مثلا انت اكس ايكوال 5 اكاسي اوت اكس واي، هو مش فاهم يعني ايه واي اصلا، هو الواي كانت حدودنا هنا خلصت خلاص تمام. فالواي بالنسبه له هيبقى undeclared identifier، يعني identifier او حاجه variable او حاجه ما undeclared، ما مش متعرف. فده هيطلع فاكتشلي طب ثانيه واحده، ده هيطلع syntax error. فاكتشلي كل الاوتبوت اللي احنا عاملينه ده مش هيطلع اصلا لان هو syntax error، ما فيش run اساسا تمام. حد كان عنده سؤال؟ اه معلش يا باشمهندس، طب لو عملتها نيو ايه اللي هيفرق؟ بص نيو هناخدها المره الجايه، يعني هيبقى فيها بروبلم هنديها هتبين حوار ما ممكن اعمل بنيو والسكوب يخلص والحاجه مش ديليتد ولا حاجه مش تمام مره ونستخدمها، بس ده مش هيبقى المره دي، هيبقى المره الجايه تمام. تمام انت واي ايكوال 1 وبعد كده استخدمها بره عادي؟ نعم ممكن اعملها نيو انت واي واستخدمها بره عادي او السكوب بتاعها عشان ما عملتش ديليت. بص احنا بعدين يعني المره الجايه هنبدا في بدايه السكشن هيبقى فيه جزء بتاع دايناميك الوكيشن، مسائل برضو زي دي بنحلها مع بعض، دي اللي هيبقى فيها موضوع نيو، بس هنفهم منها ان النيو ممكن تتعامل مثلا جوه سكوب وانت بره تقدر تاكسس نفس المكان ده عادي من بره السكوب، لانه مش بيعتمد على السكوب في حته الديليشن، لازم تقول ديليت بشكل واضح، يعني تقول كلمه ديليت عشان يمسح المكان ده، لكن ما قلتش ديليت ما بينتهيش مع نهايه السكوب. بس احنا ده مش موضوعنا دلوقتي، يعني النهارده موضوعنا اوتوماتيك الوكيشن بس تمام. طيب في حد مش فاهم اللي انا بقوله ده؟ فهو هنا في سينتاكس ايرور، في ايرور نو سينتاكس ايرور، والسبب ان سي اوت الواي، الواي هنا undefined او undeclared، لان ايه هي كان السكوب بتاعها جوه الاف والاف خلصت فما ينفعش اكسسها بره تمام. طيب تعالى نبص البي كده. انت بس مهندس عندي سؤال. اه اتفضل. لو انا عامل ديكلاريشن للواي في الجلوبال سكوب، يعني كاتب انت واي بس زي الفل وجوه الاف وجاي ستيتمنت، اه جوه الاف ستيتمنت اسويتها ب1 ماشي، يعني انت عايز تعمل كده بس في مش طيب. بس هو عايز يعمل كده، بس يا رب تشوفوا انتوا بتفهموا الكلام. هو عايز يبقى فيه انت واي اهي دي متعرفه بره السكوب، هو عايز بالشكل ده تمام، وجوه السكوب تقول y equal 1 على طول كده اهو، صح كده؟ هو ده اللي انت عايزه تمام. تمام استنى عشان الناس تبقى شايفه كويس. طيب هنا انت y، فكده السكوب بتاع الواي فين؟ يعني ايه السكوب بتاعه؟ يعني ايه فين هو؟ يعني هو بره، بره الاف، سيبك من جلوبال ده حوار تاني، موضوع جلوبال فاريبلز ممكن تلخبط الناس، بس انا اقصد يعني ده جلوبال فاريبلز دي حاجه تانية اللي هي بتبقى بره المين اصلا، احنا دلوقتي بنعتبر ان كان الكود ده كله جوه المين تمام. فانت واي دي السكوب بتاعها هو نفس السكوب بتاع الاكس اللي هو السكوب اللي بره، مش تمام. مش جوه الاف، فالواي هتفضل عايشه بعد الاف، هتفضل طبعا عايشه، انا لسه ما قابلتش يعني مع نهايه السكوب دي انا هبص هنا مين اللي انا معرفته جوه الاف، مش هتلاقي حاجه متعرفه، انت بتتعامل مع الاكس مع الواي اللي متعرفه قبل كده تمام. ففي حاله زي كده مش هيطلع في ايرور ولا حاجه، وهيطلع لك ايه، هيطلع لك الاوتبوت مظبوط والواي هتطلع بالواحد صح، يعني ساعتها الاوتبوت بتاعك هتبقى السي اوت الاولانيه دي هتبقى 10 الاكس والواي بتاعتها بواحد، والسي اوت اللي بره 10 برده واحد تمام، يعني هيبقى 101 101 عفوا خلاص. طيب تعالوا نبص على بي، بص كده على البي، بس خليني اعمل ده بس اسيبه. طيب نبص على بي بقى. بي هو هنا برضو هي فكره السكوب، يعني هو المين الكام بروبلم اللي هنلوم في الاول دول بيتكلم على موضوع السكوب، ان انت السكوب بيخلص فالحاجه اللي اتعرفت اوتوماتيكلي المفروض تبقى ايه تتمسح يعني. طيب فهنا انت اكس ايكوال 5 هيحجز مكان في الميموري اسمه اكس ايكوال 5، الفاليو بتاعته 5، وهيعمل كونديشن، هيجي بعديها هلاقي انت اكس ايكوال 10. لما انت عملت انت اكس ايكوال 10 ده هيعمل ايه؟ هيعرف لك اكس جديده غير الاكس اللي فوق، اكس جديده تعتبر انر اكس او اكس اللي جوه الاف
تمام؟ وهيخلي لك الفاليو بتاعتها ب10. يعني انا دلوقتي عندي 2x، خلاص عندي الاكس اللي هي الاكس الاصليه اللي هي بكام؟ كان هو مخليها ب5، وعندي فوقيها في الميموري هيجز اللي هو الانر اكس الفاليو بتاعتها ب10، خلاص. فانا عندي 2x في الميموري. طيب سي اوت الاكس هتاخد انه اكس؟ يعني دي كده هتطلع الاكس القريبه ولا الاكس اللي بره؟ منطقي القريبه اللي هي ال10 بالظبط، منطقي الاكس القريب. يعني كان بالظبط اكس انت اكس ايكوال 10 دي عملت هايدنج للاكس اللي بره جوه السكوب، يعني جوه الاف. لما تقول اي اكس هيبقى الاكس اللي هي اللي جوه الاف لان دي الاقرب لها، يعني كانها عملت هايدنج للاكس اللي فوق. ثانيه، كانها عملت ايه؟ هايدنج للاكس اللي فوق. فلما تيجي تسي اوت الاكس هيسي اوت الايه؟ الاكس اللي هي اللي ب10، تمام؟ فانت كده هتلاقي the question 1 دي هتلاقي ال10 ايه؟ ظهرت، تمام؟ مين ده كده؟ ماشي، هتلاقي ال10 اللي ظهرت اللي هي الايه؟ الانر اكس، تمام؟ طيب هنا قفلنا السكوب، يعني قابلنا نهايه السكوب، فايه اللي هيحصل ساعتها؟ قابلنا نهايه السكوب، اي حاجه اتعرفت جوه السكوب ده هيتمسح، اي حاجه اتعرفت بايه؟ من غير نيو، يعني بالاوتوماتيك الوكيشن. طيب فاللي هيحصل اللي هو الانت اكس دي هي اللي هتتمسح، انه اكس اللي هي الانر اكس، ما هي دي الانر. هيبقى في الميموري، لما كان الميموري الاول كده عندي كان فيها المكانين دول، دلوقتي بقى المكان الثاني ده اتمسح، فبقى عندك x equal ايه؟ الx اللي هي الاصلية اللي equal 5، الx اللي بره اللي equal 5. طب لما اجي انا اخرج بره واقول سي اوت الx، هيروح لانه x يجيب لي الفاليو بتاعتها؟ الx اللي بره اكيد، اللي جوه اتمسحت خلاص، فهيجيب لي اللي بره اكيد، فاهمين؟ اللي بره اللي هي الايه؟ الخمسة. فيبقى كده 105، تمام؟ طيب الناس دلوقتي هتتلخبط، هتقول لي انا هقول لك اكتبها لكم بطريقة معينة كده ممكن تسهل ايه؟ الدنيا عليه. يعني ده الاوتبوت يبقى 105. طيب لو احنا كتبنا البروجرام بالشكل ده، بصوا كده، هو نفسه اللي فات بالظبط، بس الفرق بتاعه ايه؟ بصوا، شلت انت، بصوا كده معايا، وانا هنا شلت الانت، فانا كده عندي كام اكس في الميموري؟ عندي اكس واحده اللي انا عرفتها بره، خلاص اكس واحده اللي انا عرفتها بره هتبقى ب5، ما كده اخش اخليها ب10. فلما سي اوت الاكس هنا هلاقيها ب10، لما سي اوت الاكس بره هلاقيها ب10، مش هيرجع للفاليو القديم. هي كانت مكتوب فيها الاول 5، انا شطبت ال5 وكتبت ال10، مش هعرف ارجع لل5 تاني، وهو من نفس المكان، مش مكانين مختلفين. لكن في السؤال الاصلي اللي هو البي الاصلي ده كان في مكانين مختلفين، في الاكس وفي الانر اكس، الاكس كانت ب5 والانر اكس ب10. لما هنا عملنا سي اوت، عمل جاب لي الانر اكس وبعديها مسحه عشان الايه؟ القوس. لما مسحته خلاص ما بقاش عندي غير الاكس اللي بره اللي هي فيها الفاليو 5، عشان كده ظهرها 5. لكن لو انت ما عرفتش فاريبل تاني، هو بيشوف اخر فاليو للفاريبل وهو ده اللي بيسي اوت، سواء هنا او هنا. في حاله زي دي هيبقى الاوت في حاله زي دي 10. تمام. طيب وهنا بس عايزه اقول انر اكس، خلاص. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب مش احنا قلنا بعد اذنك يا باشمهندس، اه وانا لو عرفت فاريبل مرتين في نفس السكوب هيديني ايرور؟ بالظبط ده اللي انا كنت لسه عايزه اقوله. طيب مش احنا قلنا قبل كده فاريبل المفروض قبل ما استخدمه يتعرف مره واحده، يعني ما ينفعش ما يتعرفش خالص ولا يتعرف اكتر من مره. بس ايه اللي خلاه ينفع هنا؟ يعني ايه اللي هنا خلاه ينفع؟ ان هما يعتبر في سكوبس مختلفه، ده انر يعني انر عن الايه؟ عن اللي بره، فاهمين؟ لكن يطلع سنتكس ايرور امتى؟ يطلع سنتكس ايرور لو انا عملت حاجه بالشكل ده، لو عملت انت اكس مثلا وجيت بعديها في نفس السكوب رحت عامله هنا مثلا حاجات انت واي او اي حاجه، وجيت في نفس السكوب بالظبط قلت انت اكس تاني، ساعتها هيطلع لي هنا ايه؟ يطلع لي سنتكس ايرور، هيقول لي في مشكله هنا. لكن الكيس بتاعت السؤال بتاعنا مختلفه، لان هو عرفه في سكوب مختلف، في انر سكوب عن السكوب الاصلي، مش نفس السكوب ليفل بالظبط، فاهمين؟ عشان كده عمل واحده انر وواحده اوتر. طيب في حد عنده مشكله لغايه دلوقتي في اي حاجه انا قلتها؟ باشمهندس معلش، هو دلوقتي بتقول لما احنا بنخش في السكوب ينفع ان احنا نعرف نفس الفاريبل مره ثانيه من غير ما يديني ايرور، ف
طب لو يعني لو ينفع ان احنا نعرف الفاريبل مره ثانيه من غير ما ادي ايرور، المفروض ان كاني لما دخلت سوق جديد المفروض ان الفاريبل ده كانه مش موجود فيه، في اي مثلا اوبريشن هعملها على الفاريبل اللي هو متعرف بره السوق ممكن تبقى غلط. بصي انت جوه الاف، جوه الاف خدي بالك، جوه الاف كونديشن بعد ما عرفتي الانر اكس لغايه نهايه السكوب لغايه نهايه الاف، اي اكس هتقوليها هتبقى الاكس اللي جوه مش الاكس اللي بره. ما انا عشان كده قلت لكم الاكس دي عملت هايدنج للي بره فين؟ جوه السكوب بتاع الاف. يعني بصي ركزي معايا الفرق ما بين دي ودي، الفرق بين الجملتين دول، الجمله دي جوه السكوب بتاع الاف بعد ما عرفتي الاكس الايه الثانيه، ده هيخلي لي اي اكس هتتقال اللي هي الاكس الثانيه مش الاولى اللي هي الانر اكس. خلاص جاست ان انت خرجتي بره السكوب هترجع لي الاكس الاصليه، لان الانر اكس اصلا ميتت هترجع لي الاكس الاصليه. ايه اللي خلى فيه انر واوتر اكس؟ ليه خلى فيه 2 اكس؟ عشان عرفت مرتين قلت انت وانت، فاهمه؟ فكان الاكس اللي جوه دي عملت هايدنج للاكس اللي بره، بس جوه فين؟ جوه السكوب بتاع الاف بس. طب لو انا حطيت سي اوت الاكس قبل انت اكس ايكوال 10، يعني حطيتها اول سطر في الاف، عملت سي اوت اكس هيطلع لي اكس بكام؟ بخمسة. سطر في الاف ليه؟ لان لو اول سطر في الاف انا لسه ما عرفتش انر، فلسه ما عملتش الهايدنج بتاعت الايه بتاع اللي بره، لسه ما عملتش هايدنج. هي يعني لو احنا حطينا الستيتمنت دي فوق الانت اكس ايكوال 10 هيجيب لي الاكس اللي فوق اللي هي الاكس بخمسة، هيطلع لي 5. لكن انا عملتها بعد التعريفه الجديده فده هياخد الجديده بس، هياخد الانر بس. تمام؟ حد عنده مشكله؟ مش معنى لسه لو سمحت ما ينفعش اكسس خالص الاكس القديمه وانا بعد ما عملت انت اكس، مفيش اي طريقه ان انا استخدم الاكس القديمه صح؟ بص على حد علمي انا ما اعرفلهاش طريقه، يعني ما اعرفش طريقه اقدر اكسس من جوه الاف الاكس اللي بره. لكن لما نيجي ناخد الكلاسز هتيجي تلاقي لو ده كان داتا فاريبل، يعني لو ده حاجه اسمها داتا فاريبل في الكلاسز لما ناخدها قدام ليها طريقه اقدر اكسس باستخدام حاجه اسمها ليس. طب يا باشمهندس هو ده لوجيكال ايرور ولا هو مفيش ايرور هنا اصلا؟ لا هنا مفيش ايرور اصلا، ده هنا الاوتبوت، بصي الاوتبوت هيبقى بالشكل ده، هيبقى ده فين؟ استنى مش هنا اهو، الاوتبوت هيبقى ده. بس هو ده ما كانش الاوتبوت اللي انا عايزاه صح؟ ايه هو ده ما كانش الاوتبوت المطلوب، يعني ما كانش اللي انا مستنياه يطلع من الكمبيوتر صح؟ هو لو انت مستنيه، ما هو على حسب، ما انت ممكن تبقي عايزه تعملي فعلا تو فاريبلز، فاريبل هنا وفاريبل هنا. هو ده كانك مثلا عرفتي واي جديده وسي اوت الواي، كانك عملتي كده بس مكسره تعملي نفس الاسم اسم مختلف فعملتي نفس الاسم. فممكن يبقى ده قصدك وده اللي انت عايزه تعمليه، وممكن يكون قصدك ان انت عايزه تعملي الخمسه وتغيريها تبقى بالعشره فيبقى ساعتها تشيلي انت، على حسب هو البروجرام عايز يعمل ايه. انت تلاقي اصلا معظم البروجرام سيجمنتس الموجوده هنا ملهاش لوجيك معين عايزه تعمله، هي بس احنا بنقول لك لو كود اتكتب بالشكل ده الاوتبوت بتاعه هيبقى عامل ايه وفي ايرورز اصلا ولا لا. يعني ممكن يبقى لوجيك معين للكتابه. يعني بصي هتيجي تلاقي بعد شويه في البوينترز، استخدامات البوينترز هتلاقي ان احنا كاتبين حاجه ممكن تبقى معقده وملهاش معنى، يعني ملهاش لوجيك، تحس ان في لوجيك معين بيتعمل. تمام؟ طيب حد عنده مشكله في بي ولا انقل؟ خلاص كده؟ طب عايزه بس اقول حاجه اخيره، عايزه اقول حاجه اخيره، في حد لسه بيدخل اول دلوقتي؟ هو الفيزياء عشان كده بيخرجوا يخشوا تاني. نعم هي في ناس بيحصل عندهم بس الكراشنج للكونكشن فبيخرجوا يدخلوا تاني. تمام صح ماشي. طيب خلاص احنا هنا هو في حد كان بيسال احنا البي دي اف نازل ولا لا؟ البي دي اف ده بتاع شيت 1 هنزله لكم، بس هو لسه مش نازل، ما نزلتوش لغايه دلوقتي يعني. تمام طيب تعالوا بصوا، عايز اسالكم برضو على حاجه كده. لو انا عندي اف كونديشن عندي يعني وحطيت هنا كود، اي ثلاث نقط او اي شويه نقط احطهم كده معنى كده ان في كود مكتوب هنا، عشان الناس ما تفتكرش ان ده جزء من الكود حقيقي، لا انا بقول في حاجه مكتوبه جوه. تمام طيب هنا رحنا عاملين ايه؟ عرفت انت اكس وبعديها عرفت انت واي وقعدت كتبت كود تاني بقى ايا يعني كان بقى هو ايه. تمام انا عايزه اعرف مع نهايه السكوب مين اللي هيموت، يعني مع نهاية السكوب الاف مين اللي هيموتوا؟ الواي الاول وبعد كده الاكس. بص الاكس والواي هي اللي هما المفروض اللي هيحصل لهم ايه؟ هيموتوا او هيحصل لهم ديستركشن. خلاص؟ طيب ايه الترتيب؟ الواي الاول ديستركشن
destruct y first then x الواي بعديها الاكس بعكس الترتيب. معلش يا باشمهندس وانا تفرق معايا ايه في الترتيب يعني؟ هقول لك بص هو دلوقتي احنا عايزه بس اقول حاجه قبل الموضوع قبل النقطه دي. احنا دلوقتي لما بتعرف حاجه بالطريقه الاوتوماتيك اللي هي من غير نيو بتتحط في مكان في الميموري اسمه ستاك. بتتحط في مكان في الميموري اسمه ستاك. ستاك ده يعني ايه؟ ستاك ده زي كانك عندك بوكس كده او عندك صندوق او حاجه بتحط مثلا فيه كتب. فحطيت الكتاب الاولاني الثاني الثالث لما تيجي تشيل هتشيل انهي واحد؟ هتشيل اللي فوق الوش صح؟ يعني هتشيل اخر حاجه انت حطيتها يعني هتشيل الكتاب الثالث. فده دي فكره الستاك. يبقى احنا بنحط في حاجه اسمها ايه؟ اسمها ستاك. خلاص؟ طيب فالستاك ده زي ما قلنا ده صندوق بتحط فيه كتب فاخر حاجه حطيتها هو اول حاجه هتشيلها دي اللي فوق الوش. فده فكره ايه؟ فكره الستاك. فاحنا هنا لما بنعرف فاريبلز جديده من غير نيو بالاوتوماتيك الوكيشن بتتحط في الستاك. فالاكس بتتحط الاول فوقيها الواي. فلما اجي اشيل الواي هي اللي هتتشال الاول. فبرده وقت الدستركشن او وقت المسح يعني الواي هتتمسح الاول وبعديها الاكس. ده هيفرق معايا في ايه؟ دلوقتي مش هيفرق في حاجه يعني معايا لان انا انتجر. ايه انتجرز كده كده ما بيحصلش حاجه لما بيموتوا يعني لما بيحصل لهم دستركشن مش بيظهر لي حاجه ولا بيحصل حاجه. قدام هناخد حاجه اسمها كلوزز. تمام كلاسز ده بيعمل بيها الداتا تايب مختلف عن الانتجر. داتا تايب جديد من اختراعك انت. تمام فانت ممكن تروح معرف مثلا من نوع الكلاس ده واحد اسمه اكس ومن نوع الكلاس ده واحد اسمه واي ودي فاليوز معينه ودي فاليوز ثانيه. لما هيجي ان مع نهايه السكوب اللي هيتمسح الواي الاول قبلها بعديها الاكس. تمام احنا في الكلاسز ممكن نعمل ان انا وقت المسح مثلا يطلع لي سي اوت معينه اكون انا كاتبه ان لما الفاريبل من الكلاس ده يتمسح يطلع سي اوت معينه. فانا عايزه اعرف سي اوت بتاعت الواي اللي هتطلع لي الاول ولا بتاعت الاكس. فالمعلومه دي ساعتها هتفيدك ان انا ايه لما بعمل اوتوماتيك الوكيشن اللي كاريت في الاخر هو اللي بيموت الاول. بنسمي يا جماعه الستاك وفكره ان هي اخر حاجه داخله هي اللي بتموت الاول دي اللي هي فيرست كم فيرست سيرف او فيرست ان فيرست اوت فيفو. فيرست ان اول واحده بصوا يعني احنا ممكن ايه لا مش فيرست لا مش استنى ليفو لاست ان فيفو هو الكيو الستاك لاست ان فيرست اوت. لاست ان يعني اخر واحده ان دخلتها انبوت هي الفيرست اوت هي اول واحده بتطلع. تمام ده الايه الستاك. في حاجه ثانيه غير الستاك اسمها كيو ده اللي انا اتلخبطت فيه من شويه. الكيو ده اللي هو ايه اللي هو الصف عادي طابور عادي كانك رايح تجيب حاجه واقف طابور. فاول واحد جه في الطابور ده هو اول واحد هيتخدم فبنسميها فيرست ان فيرست اوت. ده الكيو اول واحد جه فيرست ان هو الفيرست اوت هو اول واحد هيطلع يعني هو اول واحد هيخرج هيتسيرف او كده. تمام لكن الستاك اسمه ليفو لاست ان فيرست اوت. فهمتوا؟ طيب حد عنده مشكله في الكلام ده؟ معلش مش مهندس الحته بتاع الستاك تاني كده اللي انت قلت فيها. ماشي بص دلوقتي انت عندك هنا في الاف كونديشن هنعرفنا تو فاريبلز انت اكس وانت واي. خلاص انا قلت لك الستاك تخيلوا معايا كانه صندوق كده انت بتحط فيه كتب او بتحط فيه حاجه. فانت حطيت الكتاب الاولاني الثاني الثالث. اول لما تيجي تشيل هتشيل ايه من الاول؟ اول كتاب هتشيله وهتشيل الثالث يعني اخر حاجه دخلتها هي اول حاجه هتبقى عليها دور ان هي تتشال. دي فكره الستاك. فاحنا بنسميها لاست ان. لاست ان يعني اخر حاجه انت دخلتها اللي هو الكتاب الثالث هي الفيرست اوت هي اول حاجه هتطلعها. ده الستيك. الكيو حاجه تانية احنا ما خدناهاش بس دي معناها ايه؟ دي اللي بيحصل فيها ان اول واحد بيجي هو اول واحد بيمشي اللي هي فيرست ان فيرست اوت. خلاص الكيو ده مش نقطه الترم ده خالص الترم الجاي ماشي. طيب تمام دلوقتي هندخل على السي. بس في حد عنده مشكله في ايه او بي؟ عشان معلش هو دلوقتي لو انا عرفت اف جو اف جو اف يحس يبقى في كذا سكوب ينفع كل مره اعرف اكس جديده طبعا يعني كل مره بشتغل في سكوب يعني بشتغل على الاكس دي عكس اكس اللي بره واللي بره واللي بره بالظبط. عادي يعني كاني اكس وعندك اكس وانر اكس وانر انر اكس يعني عادي يعني ما دام مش في نفس السكوب بالظبط مش نفس الليفل مش هيطلع لك ايرور. فاهمه؟ يعني لو جيت هنا عرفت انت تحتيه على طول انت اكس غلط يعني في نفس السكوب ليفل غلط. لكن لو عملتي اف تانية جواها انت اكس ثالثه هيبقى ما فيهاش مشكله.
خلاص. طيب دلوقتي هنا الفولو دي برضو سي دي دي برضو بروبلم على الموضوع السكوب وموضوع الحاجه بتتمسح امتى اوتوماتيك والكلام ده. طيب دلوقتي انا لما اجي اعرف الفولو بالشكل ده، احنا قلنا طريقه الفولو المفروض عارفينها، ممكن اجي عليها برضو. انا بقول اي الايكوال زيرو في الاول، بتشيك كونديشن هو موجود ولا لا، صح؟ لو متحقق بخش سي اوت الايه الاي. بعديها وانا راجعه برجع من ناحيه اليمين وبعمل اي بلس بلس، بعديها اعمل الكونديشن، وبعد كده اشوف هنزل ولا هطلع بره، وافضل كده بقى نفس اللفه دي على طول. خلاص فدايما انا بتشيك على الكونديشن قبل ما ادخل، وانا راجع بتشيك بقى ايه بنفذ الاي بلس بلس دي. خلاص طيب دلوقتي هي فكره السؤال كله الانتو اي. انتو اي ده فاريبل جديد تعرف اسمه اي. طيب السكوب بتاعه فين؟ حدوده فين؟ يعني حدود التعريفه بتاعته فين؟ ما دام هو اتعرف جوه الفور، يعني ما يتعرف جوه الفور هيبقى حدوده البريسز بتاعت الفور برضه. يعني برضه لما اجي اقول سي اوت الاي بره الفور هيطلع لي سينتاكس ايرور هنا ويقول لي الاي از undeclared identifier، يعني الاي ده فاريبل مش متعرف. تمام؟ فيبقى احنا عرفنا المعلومه اللي عندنا دلوقتي، لما اكتب انت اي بالشكل ده جوه الفور، يعني جوه القوسين حتى الراوندد بتاع الفور، هيبقى حدودها لغايه ايه؟ اخر الفور، لغايه اخر البريسز بتاعت الفور. ماشي؟ فهنا هيطلع لي سينتاكس ايرور. طيب لو انا عايزه البروجرام ده يشتغل اعمله ازاي؟ يبقى انا دلوقتي هنا question 1 سي سينتاكس ايرور. خلاص؟ طيب لو انا عملته هو تاني، بس انا عايزاه اشغله بقى، يعني عايزاه بقى يشتغل ويطلع لي ايه قيمه الواي في اللي بره ما يضربش ولا حاجه. اعملها ازاي؟ بصوا كده، حاجه اخلي بس الجزء التعريفه اللي هي انت اي دي هخليها بره الفور. ماشي؟ فعملت ايه انا كده؟ خليت الاي بره الفور مش جوه الفور. تمام؟ فلما اجي بره الفور اقول سي اوت الاي، هتبقى الاي متعرفه مش حدودها في الفور. طيب هل ينفع ان انا اسيبها كده ولا في حاجه محتاجه تتعدل؟ اشيل بالظبط، اشيل الانت اي دي عشان الاي اللي فوق هي نفسها الاي اللي تحت، والا هيعتبرهم الاثنين مختلفين. تمام؟ يعني بره الفور اقول انت اي، جوه الفور اقول اي ايكوال زيرو، وبعد كده ايه ابدا اكمل عادي الفور. فلما اعمل سي اوت الاي، الاي هتبقى عايشه لان هي ما تعرفتش جوه الفور، تعرفت بره، فهي عايشه براها برضه. تمام؟ طيب في حاله زي كده تعالوا نبص الاوتبوت في حاجه زي كده ايه؟ دلوقتي الاي دخلت الاول بزيرو، عملت سي اوت للاي اللي هي بزيرو، بعديها لفيت عند الاي بلس بلس، الاي بقت بواحد. هل اصغر من التلاته؟ اه اصغر من التلاته، سي اوت الاي اللي هي بواحد، والكونديشن اصلا بيتعمل كمان في اول دخله، يعني اول ما تخليها اي بزيرو بتشيك الكونديشن برضو. طيب المهم اي بواحد، بعديها هلف تاني اي بلس بلس هتبقى باتنين، الاثنين اصغر من التلاته؟ اه اصغر، خش سي اوت هتبقى بالاثنين، بعديها هطلع تاني هعمل اي بلس بلس فهتبقى الاي بتلاته. هل التلاته اصغر من التلاته؟ لا مش اصغر، هي ايكوال، فيبقى هطلع بره الفور. هاجي للسطر ده، السطر ده هيقول لي سي اوت الاي، اخر فاليو للاي ايه؟ تلاته، فيظهر لي التلاته. يعني التلاته اللي اتكتبت دي ما اتكتبتش من سي اوت اللي جوه، اتكتبت من سي اوت اللي بره. خلاص؟ لكن اخر دخله في اللوب كانت الاي فيها باتنين، بس اللي خرج يعني بعديها زادت الاي بقت بتلاته وخرجت من اللوب. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ باشمهندس لو سمحت مع حضرتك، لو ما كناش شلنا انت اي وخلينا وحطينا الانت اي الجديده دي كان ايه اللي هيحصل؟ بص هيطلع لك سنتكس ايرور، هيقول لك ان هنا ده كده ان انيشلايزد فاريبل، هو هيشوف ان الاي اللي انت فوق ده عرفته بعد كده عملت له في اوت، هيطلع لك سنتكس ايرور يقول لك ان انيشلايزد فاريبل. مش المفروض يا باشمهندس يطلع جاربج؟ بص هو ما هو زمان كان بيطلع يعني قبل كده كان بيطلع جاربج، بس في الفيرجنز الحديثه هتلاقي ان هو يعني هتلاقي ان هو بيعمل ايه؟ بيشوف بيقدر الكومبايلر يديتكت الموضوع ده من بدري ويطلعه لك سنتكس ايرور. يعني بص الحاجات بتتغير، يعني من فيرجن لفيرجن حاجات بتتغير. يعني قلت لكم قبل كده ديفيجن باي زيرو كان زمان بيخلوه ران تايم ايرور، بيوقف البروجرام خالص. بعديها بقى دلوقتي لما باجي اجربه في كيسز معينه بلاقيه بيطلع لي على الكونسول رقم معين او ماينس انفينيتي حاجه كده كاتبها بتدل ان هو ما جابش الايه الناتج مظبوط، يعني
بس ما بيجيبليش مش بيطلع لي ران تايم ايرور. فانا بقول لك الحاجات بتتغير يعني مع الابديتس اللي بيعملوها على اللانجوج بتتغير. فوارد انه يطلعها لك سينتاكس ايرور ان هو ان انيشاليز فاريبل، وارد موضوع الجاربج. بس انا دلوقتي عارفه ان هو معظم الحاجات هتطلع لك على طول اسمها ايه ان انيشاليز فاريبل يعني سينتاكس ايرور. الفور لوب هتشتغل عادي مش مهندسه صح؟ هيعمل سي اوت الفور لوب. ممكن نجربها لو انتوا عايزين نجربها لكم. استنى احنا فين؟ توتوريال ايوه دلوقتي. نجربها نشوفها دلوقتي. انا عندي فيجوال 2012 بس برضه بيطلب يتعمل يتعمل ابديتس لي يعني كل شويه بيطلب يعملوا ابديتس. تمام بس هو الفيرجن نفسها 2012. تعال نحطها كده ونشوف هي ايه هيقول لنا ايه. لا هي دي اصلا ما فيهاش ايرور. احنا هنجرب نحط انت. بصوا كده uninitialized local variable i. هو طلع لي ايرور هنا بيقول لي uninitialized local variable i يعني الـ i نفسها uninitialized. بقى بيكتشف حاجه زي كده يعني في وقت الكومبايليشن. الكومبايلر هو اللي بيكتشفه على طول وبيطلعه لي syntax error. تمام طيب فدي كده جربناه. خليكم بقى انتوا على طول كده يعني لما تيجي مثلا حاجه انت حاجه في دماغك عايز تجربها تشوفها هي شغاله ولا لا، افتح اي فيجوال ستوديو انت كنت عامله قبل كده وجرب شوف الحاجه دي هتطلع لك. تمام طيب باشمهندسه هو الفور لوب كده كده هتزود الاي حتى لو الشرط غلط او يعني الاندكس عامه بالظبط. ما هي وانا راجعه انا كده كده بعدي على الاي بلس بلس قبل ما تشيك على الكونديشن. تمام انا بعمل اي بلس بلس كده كده. ما هي الاي لما زادت بقى خرجت بره اللوب يعني. ما هي لما زادت بقت بثلاثة تمام. يبقى احنا السي دلوقتي بالنسبه لنا دي سينتاكس ايرور. ليه؟ عشان انتوا اي متعرفه جوه الفور وانا استخدمتها بره بس انت تسأله عند السطر ده. تمام طيب اوريه لكم برضو بما اننا فتحنا بقى ايه حتمة كده مثلا 150 مش هنكون شايفين اهو عملنا كده. بصوا ادي الفول بتاعتي. بصوا يا جماعه برضو نصيحه مني. بصوا لما تيجي تكتبوا اي braces اللي هي braces دي اعملوها في سطر الواحده عشان يبقى الكود اللي هو الكود اللي جوه حاجه يبقى داخل جوه شويه. اعملوها في سطر الواحده ودوسوا انتر فكده كده هتنزل الحته دي هنا وبقى ماشي. بعديها تطلعوا هتلاقيها اتكتبت بره. لما تطلعوا بره الفور هتلاقيها اتكتبت ايه بره في الليفل اللي بره عشان يبقى مثلا السطر ده بمجرد النظر اقدر اعرف ان هو جوه الفور عشان هو داخل جوه عنه شويه في سبيس عنه شويه جوه. تمام طيب بصوا هنا طلع لي خط احمر تحت الاي وعامل لي هنا ايه. بصوا دايما لو انا عايزه ريفرش الايرورز ابص على الايرورز ولقيت اللي تحت مثلا مش ابديتد بس هو ابديتد. بس لو مش ابديتد بعمل بيلد 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 سولوشن فدي بيخلي لي كانه بيعمل ريفرشمنت يعني. فهنا هيقول لي الاي undeclared identifier دبل كليك عليه جاب لي السطر ده قال لي undeclared انت مش معرفه مش قايل انت اي مع انك قايله هنا بس انت قايله في سكوب الفور مش قايله بره. خلاص طيب مش تعالوا بقى نبص بعديها. بس انا معلش لو احنا استخدمنا وايل بدل فور يعني وعرفت برضو الاي قبل طبعا الوايل فلما اجي اعمل سي اوت بره بره بقى الوايل والستمنت بتاعتها مش هديني ايرور صح؟ بالظبط كده ما دام انت معرفه الانتو اي بره الوايل. تمام طيب بعديها استنى كده نشوف البروبلم اللي عليها دول. المفروض مش بيحل كل البروبلمز بيسيب حاجات انتوا تحلوها مع نفسكم يعني. بس احنا حلينا ايه وبي وسي المفروض بعديها نحل ايه. خلاص طيب هي دي كانت المساله دي كانت بتبقى حلوه جدا لو احنا عرفنا نكتب على البورد يعني. بس انا دلوقتي يعني يا ريت تطلعوا ورقه وقلم وتحاولوا تكتبوا اللي انا بقول عليه يعني حاولوا ايه ترسموا اللي انا بقول عليه. ما الناس بس طلعوا ورقه وقلم روحوا جيبوا ورقه وقلم ومستنيين. معلش يا باشمهندسه قولي اللي حضرتك قلتيه تاني عشان الصوت بيقطع عندي. هات ورقه وقلم روح هات ورقه وقلم وتعالى دقيقه وهنكمل. بس هات ورقه وقلم بسرعه عشان هنكتب حاجات دلوقتي مع بعض. هو ماشي بس الماوس هيبقى الحركه بتاعته سخيفه. تحبوا اعمل كده بس هتبقى سخيفه والخط هيبقى وحش مش عارفه اوضح برضه. نعم هيبقى اوضح برضه. طيب انا ممكن اجرب معاكم بس لقيت الدنيا صعبه.
لقيت الدنيا صعبة بقى عن ايه نجيها زي ما طيب ماشي. هدي الميموري بتاعتي تمام. باشمهندسة نعم في حاجة اسمها وايت بورد موجودة في ال في الجوجل في الميتنج كمان؟ اه انا عارفه في ال اليمين كده ما هي نفس الفكرة يعني الأريح لحضرتك هي هتبقى المشكلة في الماوس بس يعني هتبقى حاجة في الماوس شوية سواء على البينت أو عليها أنت بتقولي هنا وفي وايت بورد فوق أو أول حاجة فوق فين أول حاجة فوق وايت بورد بيجي لنا لينك كلنا عشان نفتحها ونشوفها ماشي هي بقى بص بص هيبقى بايظ خالص يعني على الاقل البينت هيخليني اكتب خط مظبوط شويه فخليني بينت طيب وانا كده كده مشيره السكرين بس لو لقيت الدنيا ورد بايظه بقى هبقى اخليكوا تكتبوا ورايا تمام اوكي تمام طيب اوكي فهنا دي الميموري ماما كده طيب لو مثلا جينا دلوقتي تعالوا نبص على الكود بتاعنا اصلا هنا ايه تمام هنا دلوقتي بيقول بقول int x equal 5 تمام int x equal 5 هيحجز لي مكان في الميموري اسمه x الفاليو بتاعته 5 تمام فانا هنا هيحجز لي مكان في الميموري كده خلاص اسمه x الفاليو بتاعته 5 اصبروا بقى كده الدنيا عندنا صعبه ماشي يبقى اكس ثواني اكبر شوف بقى اللي ما انا عشان كده كنتش عايزه عشان كده كنتش عايزه اعمل دي الشيبس ماشي اجي هنا اهو يبقى اسمه اكس والفاليو بتاعته 5 معلش بقى اعذروني في الخط خلاص تمام طيب y equal 10 فهنا هيعمل لي مكان تاني في الميموري اسمه y الفاليو بتاعته 10 صح كده ماشي بصوا بقى دلوقتي انا عرفت انت asterisk ptr1 equal address x احنا زمان لما كنا ودلوقتي ده سؤال ده رقم ايه صح question 1 ايه احنا زمان لما كنا بنعرف انت x مثلا equal 10 ده كان بيعمل لي ايه؟ ده كان equivalent زي بالظبط ايه؟ زي لو انا عملتها على سطرين، زي لو عملت int x وجيت السطر اللي بعده قلت اسم ال variable equal 10 صح كده؟ طيب لما اجي اكتب انا int asterisk ptr1 equal address ال x كاني بالظبط كتبتها على سطرين بالشكل ده، كاني قلت int asterisk ptr1 عرفت variable اسمه ptr1 جيت السطر اللي بعديه قلت ptr1 equal address x يعني دايما بيبقى اسم الفاريبل بس هو اللي متكرر يعني اسم الفاريبل بس هو اللي متكرر في السطرين مش بقول asterisk ptr1 خدوا بالكم يعني ما هنا ما قلتش asterisk ptr1 لا لما تعرفها في سطر واحد كده اللي بيتكرر في السطر الثاني اسم الفاريبل بس دي مهمه النقطه دي خلاص يبقى انت asterisk ptr1 عرفت ايه فاريبل وبعديها قلت الفاريبل ده equal ايه address x خلاص طيب لما ايه فايده الاسترسك دي عرفتني ايه زياده ده عرفت ال PTR1 ده اللي هو pointer مش variable عادي يبقى PTR1 ده إذا إيه؟ إذا pointer تمام؟ pointer فكرته كله إن هو بيشاور على إيه؟ على variables يعني لو أنا قلت ال PTR1 ده نوع integer asterisk ده معناه إن هو integer pointer يعني pointer بيشاور على حاجة نوعها integer ما ينفعش يشاور على حاجة نوعها حاجة تانية بيشاور على حاجة نوعها إيه؟ نوعها integer تمام؟ دي equivalent طبعا الايه بتاع نفسها صح ولا ماشي تقريبا غلط ماشي طيب انا كده عرفت بي تي ار 1 هو بوينتر هيبقى بيشاور على انتجر بعديها رحت مخليه بي تي ار 1 ايكوال ادرس الاكس انا الاول لما عملت انت استرس بي تي ار 1 ده هيعمل لي ايه في الميموري هيحجز لي مكان جديد اسمه بي تي ار 1 تي حالتي صعبه ار 1 تمام طيب ده حاجز مكان ايه في الميموري اسمه بي تي ار 1 خلاص
طيب بعديها السطر اللي بعده لما تقول ptr1 equal address x، علامه الاند دي هي علامه الادرس، ادرس الاكس. هو دلوقتي لما جه كاريت الاكس قال لك في ادرس 0x50، فالادرس هنا عندي 0x50. معلش نعم، هو في علامه فوق اسمها ايه يعني؟ دوس حضرتك كده، دوس على هوم لايك علامه ايه كده، تعمل لك بوكس ممكن تكتبي بيه الكيبورد يعني جنب الحاجه. شكرا جدا. ماشي، عايزه بس اكبر بقى الخط الفونت اهو. ماشي، ميرسي جدا، شكرا. طيب فانا دلوقتي ماشي، فانا عندي اهو 0x علينا. طيب فانا عندي 0x50 و0x54 اللي هو كان الـ x قال لي في 0x50 الـ y في 0x54، تمام؟ طيب ptr1 احنا قلنا ايه؟ ده بقى بوينتر من السطر ده، فهمنا ان هو بوينتر. السطر التاني بيقول لك ان هو شايل الادرس بتاع الـ x، يعني equal address الـ x. فده معناه ايه؟ ده معناه ان الـ value اللي مكتوبه هنا جوه الـ ptr1 عباره عن ايه؟ address الـ x اللي هو 0x50. 0x ايه؟ 50، تمام؟ طيب 0x50 ده اللي هو الادرس بتاع الاكس، اللي هو هيخليني في الاخر اعمل ايه؟ هيخليني في الاخر ال ptr1 ده بيشاور على الاكس بتاعي. فاهمين حاجة؟ يعني انا لما البوينتر يشيل ادرس variable، فده معناه ان البوينتر ده بيشاور على ال variable ده. انا كده ptr1 بيشاور على الايه؟ على الاكس. خلاص؟ طيب ده كل ده فهمناه من السطر ده. يبقى السطر ده لما بصيت عليه فكيته على سطرين. اول حاجه انه بيعرف فاريبل اسمه بي تي ار 1 اللي احنا عرفناه وحجزناه في الميموري. تاني حاجه انه بيخلي بي تي ار 1 ده شايل او ايكوال ادرس الاكس، فمعنى ان هو شايل الادرس بتاعه اللي بيشاور عليه. خلاص. طيب السطر التاني ده عباره عن ايه؟ برضو تعالوا ناخده نصين. النص الاولاني ان انا بعرف انت استرس بي تي ار 2، فده هعرف لي هنا مكان في الميموري تاني كده اسمه ايه؟ اسمه بي تي ار 2. تمام. طيب equal ptr1 يعني احنا النص التاني ان هو ptr2 equal ptr1، صح كده؟ كأني فكيته برضو نصين على سطرين. فptr2 equal ptr1 لما تخلي حاجة equal حاجة معناها ايه؟ يعني ptr2 الفاليو بتاعتها هنا تبقى equal الفاليو بتاعت ptr1، لان هيبقى فيها هي كمان 0x50، صح كده؟ يعني ptr2 زي ptr1 الاثنين فيهم 0x50. خلاص. طيب معنى ان البي تي ار 2 فيها 0x50 هو ادرس الاكس، فده معناه ايه؟ ان البي تي ار 2 برضه ستيل بتشاور هي كمان على الاكس. فبقى انا عندي اتنين بيشاوروا على الاكس، بي تي ار 1 وبي تي ار 2. خلاص. حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ معلش يا باشمهندس. نعم. هو البي تي ار 1 و 2 كل واحده ليها الادرس بتاعها؟ يعني كل واحده محجوزه في مكان مختلف في الميموري، يعني دي مكان وده مكان، هنا ليه ادرس معين وده ليه ادرس معين. طب ليه بي تي ار 2 ما تشاورش على الادرس بتاع بي تي ار 1؟ لان انا ما حطيتهاش ايكوال ادرس البي تي ار 1. بص كده صح مظبوط. بي تي ار 1 ايه اللي خلاها تشاور على الاكس؟ لما اديتها الاكس ايكوال ادرس الاكس، صح؟ مظبوط صح. ايكوال بي تي ار 1 على طول مش ايكوال ادرس البي تي ار 1، يبقى ايه؟ يبقى معناها ان هي فيها نفس الادرس، يعني بي تي ار 2 الفاليو اللي فيها هي نفس الفاليو اللي في الايه؟ اللي في البي تي ار 1، اللي هو نفس الادرس، اللي هو نفس الادرس بتاع الاكس اللي هو 0x50. بعدين هنعرف ان احنا اصلا لو انت كتبت هنا ادرس بي تي ار 1 وانت معانا في بي تي ار 2 ان هو انتجر استرسك هيطلع لك ايرور. هنعرف الموضوع ده بعد شويه. خلاص؟ بقول لك يا باشمهندس معلش. اتفضل. وانا ليه اشاور اصلا على حاجه؟ يعني ايه لازم يعني ايه يعني ليه اخترع بوينترز دول؟ ليه اشاور على حاجه؟ ليه ما استخدمهاش هي على طول؟ وانت بتشاور على حاجه تقدر توصل للحاجه دي عن طريق البوينتر ده. يعني انا دلوقتي انا مثلا عندي بوينتر بيشاور على فاريبل اكس، اقدر اغير الاكس عن طريق الاكس على طول دايركت او عن طريق البوينتر ده. طب هتقول لي طب وايه برده لازمتها؟ لما تيجي تاخد دايناميك الوكيشن بعدين هتعرف ان هو الحاجه اصلا انت بتكريتها دي مالهاش اسم، بتكريتها بنيو هي نفسها مالهاش اسم، هي بتشاور عليها بوينتر وانت بتاكسسها عن طريق البوينتر، بتغير فيها او بتوصل لها عن طريق البوينتر. لما تيجي بعد كده في الاريز هتلاقي ان انا الاري اللي بالدايناميك الوكيشن
اللي هناخده قدام برضو الاري اللي بالديناميك الوكيشن ده برضو بتتعامل بيها بوينتر. وفايدة الاري اللي بالديناميك الوكيشن يعني اكبر او احسن من الاري اللي عادي الاوتوماتيك لو انت مش عارف السايز بتاع الاري ولسه هتاخده من اليوزر. فهي هتبان فايدة البوينترز قوي قدام مع الديناميك الوكيشن المرة الجاية، تمام؟ لكن لغاية دلوقتي احنا بس محتاجين نبقى عارفين معنى كل ستيتمنت ايه اللي بتعمله في الميموري. كل ستيتمنت عندي فاهمين يعني بتعمل ايه، بتخلي البوينتر يشار على حاجة ولا بتغير في الحاجة اللي هو بيشار عليها، بتغير القيمة بتاعتها ولا ايه، تمام؟ طيب يبقى انا عندي دلوقتي ده البي تي ار 1 وده الايه البي تي ار 2، اعرفها وخليها بتشار على ادرس الاكس، وهنا دي عرفها خليها ايكوال بي تي ار 1 يعني بتشار على نفس الايه الادرس يعني بتشار على الاكس برضه، تمام؟ طيب دلوقتي عايزين من هنا ناخد تو رولز كده. انا بس عايزه ايه نبقى عارفين ان احنا برضو عندنا انت استرسك بي تي ار 2 ايكوال بي تي ار 1 هي نفسها كاني قلت انت استرسك بي تي ار 2 وبعديها السطر بعده بتقولت ايه بي تي ار 2 ايكوال بي تي ار 1. تعالوا بص بقى هنا دلوقتي ده كده كده ديكليريشن وده كده كده الديكليريشن صح؟ طيب انا عايز اعرف دلوقتي لما انا عملت بي تي ار ايكوال ده خلى عمل ايه في البي تي ار؟ ايه التاثير بتاع السطر ده؟ خلى البي تي ار 1 تشاور على حاجه، ما كانش هو بيشاور على حاجه وخلاه بيشاور على حاجه صح كده؟ يبقى لما قلت بوينتر ايكوال خليته يشاور على حاجه. طيب لما انا جيت قلت بي تي ار 2 ايكوال برده حاجه ده برده السطر ده خلى فيه ايه؟ خلى البوينتر بتاع بي تي ار 2 في الاخر خلاه بيشاور برده على حاجه صح؟ يبقى احنا نستفيد من كده ايه؟ نستفيد ان انا لما اجي اقول في اي وقت بوينتر اي اسم بوينتر معين بوينتر ايكوال على طول اي حاجه ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو هخليه بيشاور على حاجه، خليه بيشاور يعني السهم نفسه هرسم سهم جديد ان هو بيشاور على حاجه ثانيه، تمام؟ ده لما اقول بوينتر ايكوال. طبعا عندي احتمالين هنا، ممكن اخليه بيشاور ادرس الاكس يعني يشاور ادرس الاكس ده معناه بيشاور على الاكس، او ممكن اخليه ايكوال بوينتر تاني فده معناه هخليهم هما الاثنين يشاوروا على نفس الحاجه. يعني هشوف بي تي ار 1 بيشاور على ايه وخليني بي تي ار 2 بيشاور على نفس الحاجه. يبقى الرول الاولانيه لما اقول بوينتر ايكوال معناه ان انا هخلي بوينتر يشاور على حاجه. الرول الثانيه لما اقول بوينتر ايكوال بوينتر معناها ايه؟ هما الاثنين هيشاوروا على نفس الحاجه اللي هي ايه؟ حاجة البي تي ار 2 ولا حاجة البي تي ار 1؟ لا هيشاور على حاجة البي تي ار 1، يعني بي تي ار 2 هيشوف ايه الحاجة اللي بيشاور عليها بي تي ار 1 وهو كمان يشاور عليها. خلاص؟ طيب تعالوا نبص بعديها هنا. بيقول لي بقى سي اوت بي تي ار 1، بي تي ار 1 ده هيطلع كام؟ تعالوا هنا نشوف الكويستشن. بي تي ار 1 ده هيطلع لي ايه؟ بصوا كده بي تي ار 1 لو انا قلت سي اوت الواي هيطلع لي الفاليو اللي جنب الواي اللي هي ال 10. لما اقول بي تي ار 1 هيطلع لي الفاليو اللي جنب البي تي ار 1 اللي هو ايه؟ 0x50 اللي هو ادرس الاكس صح؟ فسي اوت البي تي ار 1 هيطلع لي 0x50. خلاص؟ ثانية واحدة. طيب لما يجي يقول لي بعديها ممكن اصغرها شوية. لما يجي يقول لي بعديها 0x البي تي ار 2 هنعمل ايه؟ البي تي ار 2 برضه هتبقى 0x50. فيبقى هنا 0x50 0x50. حد عنده مشكله في الكلام ده او مش فاهم اي حاجه؟ تمام. طيب بصوا انا هبعدها بسبيسز عشان الناس تقدر تشوف بس، لكن هي اصلا مفيش سبيسز خلاص، هي بتبقى لازقه في بعض انما انا ما عملتش سي اوت سبيس. طيب يبقى احنا فهمنا ان لما يكون تو بوينترز شايلين نفس الادرس يبقى هما الاثنين بيشاوروا على نفس الحاجه. بعديها بصوا بقى هناخد دلوقتي حاجه ثانيه ستيتمنت ثانيه استرسك بي تي ار 2 ايكوال 99، تمام؟ طيب ده عباره عن ايه بقى الستيتمنت دي؟ بصوا كده احنا دلوقتي قلنا لما عندي بوينتر ايكوال بوينتر ايكوال بتخلي البوينتر يشاور على حاجه، يعني برسم سهم جديد للبوينتر بيشاور على حاجه، تمام؟ طيب لما اجي اقول استرسك بي تي ار 1 يعني مش بوينتر ايكوال، لا قلت استرسك البوينتر ايكوال فده معناه ايه؟ معناه الحاجه اللي بيشاور عليها ايكوال،
فاهمين؟ يعني asterisk يعني الرول اللي احنا محتاجين ناخدها بعد كده اللي هي asterisk pointer. ده معناها ايه؟ معناها الحاجة اللي بيشار عليها الpointer. خلاص؟ يعني the value pointed to by the pointer. يعني الفاليو اللي متشاور عليها by the pointer، الحاجة اللي بيشار عليها الpointer. فلما اقول asterisk ptr2 يعني الحاجة اللي بيشار عليها ptr2 اللي هو ايه؟ الحاجة اللي بيشار عليها ptr2 اللي هي الx. لما اقول equal 99 ده معناه ايه؟ الخمسة دي هتبقى 99. تمام؟ طيب هي بس بقالي كتير قوي ما استخدمتش البتاع ده. لا مش هكتب دلوقتي. هو البتاع اللي بتمسح فين؟ اه مش فمعنى كده ان انا الحاجة اللي بيشار عليها ptr2 اللي هو الx دي خمسة هتبقى 99. نعم؟ بس كنترول بس كتير عشان تكبر. كنترول بلس الايه اللي يكبر عشان السكه تكبر يعني. نعم عشان الحركه تمسح بيها تكبر. اه كده استنى كنترول بلس افرد كده كنترول بلس اتاكد مش حسب تكبر ما علينا. طيب هي ليها طريقه تانية بس انا بقالي كتير ما استخدمش البينت يعني. طيب المهم الاكس دلوقتي هتبقى الفاليو بتاعتها كام؟ 99. تمام؟ فالفاليو كده بتاعت الاكس تبقى 99. فهمنا الكلام ده ازاي؟ فهمنا الكلام ده؟ فهمنا الكلام ده من asterisk ptr2 equal 99. asterisk pointer معناها الحاجه اللي بيشار عليها البوينتر، الحاجه اللي بيشار عليها البوينتر اللي هو الاكس. قلت equal 99 فبقت 99. خلاص؟ طيب ماشي بعديها تعالوا نبص كده. هو دلوقتي بعديها بيقول لي سي اوت ايه؟ سي اوت الاكس، فالاكس بتاعتي هتبقى كام؟ الاكس دلوقتي هتبقى 99، صح كده؟ بعديها سي اوت الواي، الواي اللي هو ما اتغيرش اصلا 10 عادي. وبعديها استرسك بي تي ار 2 بي تي ار 1 برضو استرسك بوينتر معناها الحاجه اللي بيشار عليها البوينتر. بي تي ار 1 ده بيشار على الاكس، فالحاجه اللي بيشار عليها البي تي ار 1 اللي هو الاكس اللي هو بكام؟ ب 99. بيطلعها لي 99. يعني ايه الفرق ما بين لما اقول سي اوت بي تي ار 1 وسي اوت استرسك بي تي ار 1؟ لما اقول سي اوت بي تي ار 1 معناها ايه؟ قول لي بي تي ار 1 نفسه شايل ادرس ايه؟ يعني بي تي ار 1 ده الفاليو اللي جنبه دي ايه؟ اللي هي ادرس، اللي هي ادرس الاكس، فهيطلع لي زي الاكس 50. لكن لما اقول سي اوت استرسك بي تي ار 1 معناها الحاجه اللي بيشاور الفاليو اللي بيشاور عليها البي تي ار 1، مش الفاليو بتاعته هو شخصيا، الفاليو اللي بيشاور عليها الايه بي تي ار 1 اللي هو الاكس اللي هو 99. طيب احنا دلوقتي نقدر نقول ان المكان بتاع الاكس ده اقدر اغيره او اوصل له عن طريق ثلاث حاجات. اول حاجه عن طريق الاكس، لما اقول اكس ايكوال او لا يعني او اقول مثلا سي اوت الاكس. تمام؟ ثاني حاجه عن طريق ان انا اقول استرسك بي تي ار 1، يعني لو قلت سي اوت استرسك بي تي ار 1 كاني بقول سي اوت الاكس، كان المكان ده ليه ثلاث اسماء، اكس واسترسك بي تي ار 1 واسترسك بي تي ار 2. يبقى الحاجه اقدر اوصل لها يا اما دايركت باسمها يا اما عن طريق البوينتر ايه اقول استرسك قبليه، بوينتر عليها واقول استرسك قبليه. خلاص؟ فانا دلوقتي في السطر ده لما غيرت خليت استرسك بي تي ار 2 ايكوال 99 كانها الاكس ايكوال 99، كانها استرسك بي تي ار 1 ايكوال 99. فلما جيت شفت الاكس وشفت الاسترسك بي تي ار 1 لقيتهم اتغيروا. تمام؟ طيب ماشي لغايه كده في حد مش فاهم او واقع مني؟ خلاص كده؟ تعالوا نبص بقى PTR2 equal ولسه هشوف هي equal ايه، بس pointer equal ده معناه ان انا هعمل ايه؟ هخليه بيشاور على حاجة جديدة، هخليه بيشاور على حاجة جديدة، صح؟ طيب PTR2 equal address الواي، فيبقى بيشاور على ايه؟ على الواي. فدلوقتي عندي هتبقى فين يا ربي؟ ال هنا PTR2 بدل ما كان بيشاور على الدنيا صعبة جدا. انت بقى انا عايز اكبر البتاعة دي، قولوا لي اكبرها ازاي كده؟ مش انا سكبر وزاد بلس اللي هنا خالص على ايدك اليمين خالص. ماشي اللي هي عند الايكوال. لا مش عند الايكوال، اللي هي هنا خالص عند الارقام، الارقام اللي هي اليمين. اهو هي دي. هي بدأت تكبر. يا كده بتكبر؟ اه. اه صح برافو عليك عند البلس البعيدة صح صح ميرسي. طيب ماشي فهنا ده هيعمل ايه؟ بي تي ار 2 ايكوال ادرس الواي
هيخلي لي ال بي تي ار 2 بتشاور على الواي. سوري ثواني. لا مش ده، خليه ال بي تي ار 2 بتشاور على الواي. الموضوع صعب جدا. انا البنت ده اخر مره بس استخدمته كان امتى؟ من زمان، من زمان جدا، خمسه ابتدائي، سته ابتدائي كده، خمسه ابتدائي بالظبط كده، من سنين يعني. طيب ف بي تي ار 2 بيشاور على الايه؟ على الواي. خلاص فهمنا ان الستيتمنت دي عادي. طب لما اجي اقول بقى سي اوت بي تي ار 1 هيطلع لي ايه؟ هي حد يقول سي اوت بي تي ار 1 الادرس بتاع اكس 0x50 اللي هي الادرس اللي جنب البي تي ار 1 اللي هو بتشاور عليه، فانا يبقى 0x50. تمام. طيب لما قلت سي اوت بي تي ار 2 0x54 بالظبط، احنا هنا اصلا دي محتاجين نغيرها 54، يعني هنا هتبقى 0x54، لان انا لما قلت بي تي ار 2 ايكوال ادرس الواي فما بقاش الادرس اللي جوه بي تي ار 2 0x50 بقى 54. تمام. طيب هي دي بتتمسح عادي بالدي ولا فيها مشكلة؟ الحمد لله. تمام. مش احنا نخليها 4. تمام 54. فانا 0x54. تمام؟ فيبقى انا دلوقتي عندي بقى 0x50 ده بي تي ار 1. 0x54 بي تي ار 2، لان ده بيشاور على الاكس فشايل الادرس بتاعها، وده بيشاور على الواي فشايل الادرس بتاعها. تمام. طيب لما اقول asterisk ptr1 equal 88، يعني الحاجه اللي بيشار عليها ptr1 equal 88، الحاجه اللي بيشار عليها ptr1 اللي هو الاكس اللي هو 99، فدي بدلها هتبقى ايه؟ دي بدلها هتبقى بدل 99 هتبقى 88. تمام. 88 خلاص. طب انا غيرت الاكس دلوقتي عن طريق asterisk ptr1، هل لما اجي اقول سي اوت لاسس بي تي ار 2 هتطلع لي 88؟ لا، لان بي تي ار 2 بيشاور على الواي دلوقتي، ما بقاش بيشاور على الاكس خلاص. خلاص. فانا هنا لما اقول بقى سي اوت الاكس هتطلع بكام؟ ب 88 عادي. لما اقول سي اوت الواي هتطلع لي ب 10 عادي. لما اقول سي اوت استرسك بي تي ار 2 معناها الحاجه اللي بيشاور عليها بي تي ار 2 اللي هو مين؟ اللي هو الواي اللي هي نفسها ال 10. زي ما احنا قلنا يا جماعه السبيسز دي كلها نشيلها، السبيسز دي كلها نشيلها، انا هشيلها عشان ايه لو رفعت لكم الفايل او حاجه ما تتلخبطوش. طب باشمهندس الجمل السي اوت بعد ما حضرتك كتبت كل فاريبل في مسافه اصلا، هل المسافه دي هو بياخدها في الاعتبار ولا ما؟ لا لا لا، بص لو انت عايز في السي اوت تعمل مثلا سي اوت الاكس بعديها الواي من بينهم مسافه، بتكتب سي اوت الاكس بعديها الواي بعديها مسافه بين دبل كوت بعديها. اوكي تمام. طيب مش حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عنده مشكله في شرح الكلام ده؟ خلاص كده الدنيا. مش كنا بنكتب السبيس بين سنجل كوت ولا دبل كوت؟ ممكن بين سنجل كوت عشان هو كاركتر واحد، بس انا بعمله بين دبل كانه سترنج من كاركتر واحد برضو عادي. كده اعتقد هتشتغل عادي، مفيش مشكله. تمام. طيب ده كده الاي. حد عنده مشكلة او مش فاهم اي حاجة؟ تمام. طيب ممكن حد يطلعوا برضو ورقة وقلم وحاولوا في الاف بسرعة، هي الاف اصلا مش علينا ان احنا نحلها هنا، يعني مش ان انا احلها معاكم، المفروض تحلوها لوحدكم، بس انا عايز اتاكد ان الناس فاهمة وانا معايا وقت الحمد لله، فممكن بس طلعوا ورقة وقلم حاولوا فيها وهنحلها مع بعض دلوقتي. اديكم دقيقتين ثلاثة كده فيها وبعد كده نبدأ نشتغل فيها.
هندسة بنبعت الإجابات على الشات. ده على الشات؟ لا لا خليها معاكوا عادي، خليها معاكوا عادي واحنا نحلها مع بعض و نحلها مع بعض وانتوا تشكوا، كل واحد يتشك هو عمل مظبوط ولا لا. لو في حد لقى ان مثلا عمل ستيب غلط يسألني فيها عشان اظبطه اشرحه له يعني. بصوا يا جماعه، هو في احتمال ان انا المره الجايه، احنا عايزين المره الجايه نستفيد بوقت اللاب اكتر وقت ممكن يكون الشغل بايديكم براكتس، عشان ده وقت هننزل فيه الكليه يعني. ففي احتمال انزل لكم ريكوردنج بتاع الجزء الشيت بتاع المره الجايه قبل اللاب، بحيث ان انتوا تقروه تسمعوه فتذاكروا كانكم كاننا حلينا الشيت، فوفرنا الساعه دي من التوتوريال، وقت التوتوريال بقى يبقى براكتس بس. ممكن بتاعت المرة دي وبتاعت المرة الجاية عشان يبقى بس انتوا عندكم براكتس بايديكم كتير. بالمناسبة يا باشمهندس، هو انا كنت كلمت معايا؟ اه معايا. وانا كنت كلمت باشمهندس السكشن ايه في المايك بتاعك يا عمر؟ عامل لنا دوشة مسافة يا عمر. هو عمر مش يلا قول يا بقول لحضرتك، هو السكشن اللي هيمشي مع حضرتك اللي هو باشمهندس بتاع لوجيك ديزاين، اتفقت معاه ان في الاسابيع الاونلاين كده كده هينزل ريكوردد توتوريال دايما، فممكن حضرتك تجمع السكشنين دايما في الاولى والثانيه لو هيبقى اريح لحضرتك. بص انا شايفه ده، شايفه ده احسن يعني، عشان حتى يبقى كل الناس سمعت بنفس طريقه الشرح بنفس الكونتنت بكل حاجه. لو انتم ما عندكوش مانع في الموضوع ده تمام، وانا كده كده اصلا يعني ممكن عشان وقت الاسئله ممكن يبقى ازيد شويه او حاجه، لو حتى يعني طولنا سنه يعني تمام، بس المهم يكون جاوبت على اسئله الناس كلها. عشان يعني ننظم الوقت، هحاول اتفق مع باشمهندس بتاع اللوجيك ديزاين عشان نوفق الطرفين، بحيث بدل ما كل واحد يعيد مرتين. خلاص يعني 8:30 اخلص مثلا 12 ولا حاجه، وهو يبدا من بعدي قصدك؟ اه تمام خلاص. لو في اي مشاكل في الاسئله او في اسئله مثلا لسه ما اتجاوبتش عليها ممكن نعملها المره اللي بعدها يعني، بس اهم حاجه ابقى متاكده الناس كلها اللي عندها اسئله تجاوب على اسئلتهم يعني. تمام شكرا يا باشمهندس. هو باشمهندس بس على حاجه، هو احنا محتاجين ان احنا نجي باللاب في اي يوم من الايام يعني؟ اه يستحسن يعني اجي باللاب بتاعي في اي فتره يبقى عندنا فيها لاب صح؟ اه يستحسن تيجي كده، بس مش الناس كلها يعني، هو في بي سيز في الكليه والناس اللي عليها فيجوال ستوديو وكل حاجه، بس ممكن العدد يبقى اكبر شويه يعني. اللاب مثلا يبقى فيها 20 واحنا هنبقى متقسمين على 2 يعني، انا هيبقى معايا نص الناس ومحمود معاه نص الناس، فيبقى مثلا كل واحد معايا حوالي 17 مثلا طالب ولا حاجه مثلا. فبساعات بيبقى ال 20 جهاز مش كله يعني، مثلا 3 4 مش نازل عليهم فيجوال ستوديو، ممكن تلاقي فيه مثلا 2 3 مش عارفين يشتغلوا على الاجهزه يعني. خلاص شويه يجيبوا اللابتوبس والباقي يقعد يشتغل على البي سي عادي ما فيهاش مشكله. لكن لو في اسبوع باشمهندس محمود مش هيبقى موجود وانا بس اللي هبقى موجوده مع الناس كلها، ساعتها ممكن اقول لكم تجيبوا كلكم اللابتوبس اصلا يعني، بس هقول لكم قبلها. فان جنرال ان جنرال في اللابس العاديه الناس ممكن ما تجيش باللابتوب عادي، بس عايزه بس عدد قليل يبقى جايب اللابتوب عشان يبقى ايه كل واحد قاعد على جهاز، عشان ممكن مثلا يبقى في مشكله في عدد مثلا 3 لابتوبس او حاجه بيبقى محتاجينها يعني. طيب باشمهندسة، في الاقتراح اللي هايج بتقوليه ده، يعني قصدك ان انت لما تبعتي لنا الشيت ونسمعه فيبقى الفترتين يعني شغالين في اللاب قصدك؟ اه بالظبط. هو بس حتى الاسبوع الجاي عشان احنا اول اسبوعين احنا ما عرفناش نشتغل بايدينا يعني، الاسبوع الاولاني
كان باشمهندس محمود مش معايا وما ما ينفعش ان انا اقعد معاكم كلكم في في لاب. ممكن هيبقى العدد هيبقى 35 في لاب، هيبقى عدد كبير، فما عرفتش ساعتها اخليكم تشتغلوا بايديكم. والمره دي مشكله ان هو اونلاين، فبرضه مش عارفه اخليكم تشتغلوا بايديكم وابقى معاكم عشان اسئله والكلام ده. فانا عايزه المره الجايه ابقى مركزه اكتر، فهي انا بتكلم على المره الجايه بس، لكن بعدين بقى على حسب الكونتنت نفسه. لو لقينا ان الكونتنت محتاج ان يبقى فيه براكتس كتير فساعتها ممكن انزل لكم الريكوردنج قبله. لو لقيت ان الدنيا تمشي عادي زي ما كل سنه ان هي بيبقى الاول الشيت بعديها البراكتس، فده اللي هنعمله على حسب كل مره يعني. خلاص تمام تمام. هو باشمهندس هو عموما هينزل لنا حاجات مثلا ان براكتس عليها احنا مثلا، يعني مثلا ينزل لنا اكسرسايزز نحلها او حاجه زي كده، ولا كله يبقى اسئله شيت وكده؟ لا لا، في اكسرسايزز اصلا هنفتحها النهارده اقول لكم حاجات تحاولوا فيها بعد اللي احنا هنعمله في الشيت. يعني انا بعد ما اخلص البروبلم اللي بعملها دي هيبقى في بعديها في الشيت مساله كودنج، انا هفتح فيجوال ستوديو واكتبها قدامكم تمام، هنحلها مع بعض قدامكم. فانت بعديها المفروض ان انا هديك في اللاب، اللاب 1 بقى ده هنزله برده، هقول لك ارقام مسائل معينه تحاول فيها بايدك، هتبقى شبه اللي احنا حليناها في الشيت براكتس فيها تمام. طيب احنا ممكن نبدا بقى عشان الوقت. تمام ماشي، نعمل المساله بس والبراكتس هبقول لك يا عبد العزيز لما نيجي اقول لك على الارقام، بس فكروني لو نسيت. خلاص تمام. طيب تعالى بقى نمسك واحده واحده كده. انت x equal 5 فده كده هيعمل لي مكان في الميموري اسمه x، الفاليو بتاعته 5 تمام. طيب بعديها y ب 10 فكده هيعمل لي مكان في الميموري اسمه y، الفاليو بتاعته 10. طيب انت ادرس بتي ار 1 ايكوال ادرس الاكس، بس عايزين بس نشوف هو الاكس كان معملها في 0 اكس 50 ده الادرس بتاع الاكس، والواي كان عاملها في 0 اكس ايه 0 اكس 54 صح كده. طيب انت ادرس بتي ار 1 هناخدها نصين، فانت ادرس بتي ار 1 حجز مكان في الميموري اسمه بتي ار 1 خلاص تمام. طيب ايكوال ادرس الاكس يبقى ده هيشاور على ايه، على الاكس، هيشاور على الاكس خلاص. ممكن نشوف لو في حاجه اكبر، لا دي حاجه صعبه قوي خلاص. ممكن كده مش عارفه اظبط اللاين ازاي اكتر، بس المهم يعني خلاص ممكن اعملها كده. بي تي ار 1 هيشاور على الاكس خلاص، يعني هنا هيبقى في ادرس الاكس، بس انا مش هقعد اكتب ادرس الاكس هنا عشان ما اقعدش اغير كل شويه لما يشاور على حاجه ثانيه، اغير في السهم بس واقدر منه اوصل للحاجه اللي ايه اللي بيشاور عليها. طيب انت ادرس بي تي ار 2 هيبقى هيعمل لي مكان في الميموري اسمه بي تي ار 2 ده كده مكان في الميموري اسمه بي تي ار 2 ايكوال ادرس الواي، فده معناه ان هو بقى هيبقى بيشاور على الواي تمام. فكده بي تي ار 2 هيبقى بيشاور على الايه، على الواي خلاص تمام. طيب بعديها استرسك بي تي ار 1 ده معناها ايه، استرسك بوينتر معناها ايه، الحاجه اللي بتشاور عليها البوينتر، كاني بقول اكس، كان الحاجه اللي شمال الايكوال بقول اكس، كاني بقول اكس ايكوال، يعني عارفه الاكس دي اللي ايه الفاليو بتاعتها هتتغير، فانا همسحها اساسا عشان ابقى عارفه ان هي هتتغير دلوقتي اهو. ايكوال ايه، استرسك بي تي ار 2. طب استرسك بي تي ار 2 ده معناها ايه، الحاجه اللي بيشاور عليها بي تي ار 2 اللي هي الواي اللي هي ال10، كاني قلت اكس ايكوال الواي، فالاكس هتبقى قيمتها ايه 10. فهمتوا؟ يعني لما اقول asterisk pointer equal ده معناه ايه، asterisk pointer معناه الحاجه اللي بيشاور عليها البوينتر، فلما اقول asterisk pointer equal ده بيشوف البوينتر بيشاور على ايه وبيغير في الفاليو بتاع الحاجه اللي بيشاور عليها القيمه بتاعتها، مثلا بدل ما كانت 5 بقت 10 مثلا، لكن مش بيخلي بي تي ار 1 يشاور على حاجه. لو انا عايزه بي تي ار 1 يشاور على حاجه بقول بي تي ار 1 ايكوال، مش بقول asterisk بي تي ار 1 ايكوال. فهمتوا الحته دي؟ يعني الستيتمنت دي هتعمل ايه، هتغير الفاليو بتاعه اللي بيشاور عليها بي تي ار 1 تبقى فاليو ثانيه اللي هي الفاليو بتاعه الايه اللي بيشاور عليها بي تي ار 2، يعني رقم برقم. انا مش بخلي ما وصلتش لادرس حاجه ولا خليت حاجه بتشاور على حاجه. فهمتوا؟ طيب في برضه حاجه عايزه اقول لكم عليها، علامه الاسترسك دي يا جماعه بنسميها دي ريفرنس اوبريتور، دي برضه عشان تبقوا انتوا عارفينها عشان لو جيت قلتها في اي وقت او الدكتور قالت دي كده اسمها دي ريفرنس اوبريتور مع البوينترز اسمها كده.
خلاص دي بتخليني اوصل للفاليو اللي بوينت 2 باي ذا بوينتر او اللي متشاور عليها بالبوينتر. طيب تعالوا بقى بعديها سي اوت الاكس. ما ده كويستشن ايه 1 طيب دلوقتي سي سي اوت الاكس اكس هتبقى بكام ب 10 سي اوت الواي ب 10 استرسك بي تي ار 1 يعني الحاجه اللي بيشار عليها بي تي ار 1 اللي هو الاكس اللي هو ب 10 برضه تمام استرسك بي تي ار 2 ايكوال 99 معناه استرسك بي تي ار 2 ايكوال معناها الحاجه اللي بيشاور عليها بي تي ار 2 اللي هي الواي هي اللي ايكوال فاهمين فالواي عندي هنا هتتغير يعني الفاليو بتاعه الواي نفسها مش هتبقى 10 هتتغير وتبقى ايه 99 خلاص هتبقى الواي القيمه بتاعتها كام 99 لما اجي اقول بقى سي اوت استريكس بي تي ار 1 الحاجه اللي بيشار عليها بي تي ار 1 اللي هي الاكس اللي هي ب 10 وانا عايز يقول ان انا مش معنى ان انا كنت عامل هنا ايكوال كنت مخلي دي 10 ودي 10 مش معنى ان الواي هتتغير ان الاكس هتتغير ده مكان وده مكان انا غيرت الواي ملوش دعوه بالاكس خلاص مش حد كده عنده اي مشكله حد في وهو بيحل ستيب يعني وقف اي ستيب من اللي احنا عملناه سامعيني طيب معلش سؤال هو مش معنى ان انا يعني خليت البوينتر 1 الحاجه اللي بيشاور عليها هي هي يعني خليت اللي هي الجمله اللي خليت فيها اكس ايكوال واي هي دي ماشي إيه مش معنى ان انا غيرت قيمه واي ان اكس تتغير تلقائيا يعني خلاص دي كانت جمله وعدت لا لا كانت جمله وعدت بصي مش معنى كده تتغير تلقائيا بصي انت قلتي اكس ايكوال واي صح شفتي كان الستمنت دي كانها اكس ايكوال واي لان بي تي ار 1 بيشاور على الاكس فالاسس بتاعته يعني اكس واسس بي تي ار 2 يعني واي قلتي اكس ايكوال واي فدلوقتي الاكس تمام هتاخد كوبي من الفاليو بتاعه الواي جواها فدي كانت ساعتها الواي ب 10 والاكس ب 10 صح كده تمام جيتي بقى انت غيرتي الاكس هل لازم الواي تتغير معاها اوكي الواي هل الاكس لازم تتغير معاها لا فهمتي لازم اكتب ستيتمنت جديده عشان تتغير بالظبط بالظبط لان هما تمام مكانين مختلفين لو غيرتي مكان معين الفاليو بتاعه مكان المكان التاني ملوش دعوه فاهمة؟ تمام؟ طيب ماشي حلو جدا تعالوا بقى نبص بعديها على اي اخر حاجة هنحلها اي تمام بصوا يا جماعة تمام شكرا عفوا اي سؤال ما فيهوش نيو ديليت المفروض تقدروا تعرفوا تحلوا لو ذاكرتوا المحاضرة التانية اللي هي بتاعت الدايناميك الوكيشن يعني حتى المفروض تعرفوا تحلوا نيو ديليت تمام؟ بس احنا نيو ديليت هنعملها المرة الجاية مع بعض طيب تعالوا نبص على الاي كده انت x equal 5 تمام هيعمل لي مكان في الميموري اسمه x equal 5 حاجه اسمها مكان اسمه PTR حاجه اسمها مكان تاني اسمه PTR2 وخلى PTR2 بتشاور على x حلو قوي ايه بقى الست دي هتعمل لي ايه بقى asterisk PTR يعني حاجه اللي بيشاور عليها PTR equal address x الست دي هتعمل ايه هتعمل ايرور هتعمل ايرور ايه بقى الموضوع هتعمل ايرور دي بصوا كده بس في حاجه اسمها يا جماعه تايب ميس ماتش بصوا كده في حاجه اسمها تايب ميس ماتش يعني ايه تايب ميس ماتش يعني التايب مش زي التايب التايبس مش زي بعض لما اجي اقول مثلا هل ينفع اقول انتجر حاجه نوعها انتجر اخليها ايكوال حاجه نوعها انتجر بوينتر ما ينفعش فده كده تايب ميس ماتش تمام تعالوا نبص كده بالراحه لما بقول مثلا استرسك PTR asterisk PTR معناها الحاجه اللي بيشار عليها PTR PTR بيشار على حاجه نوعها integer لان هو متعرف integer pointer فيبقى asterisk PTR ده انا فاهمه اللي هيديني حاجه نوعها integer في الاخر صح طيب لما اجي اقول equal address الx الx نفسها عباره عن ايه عباره عن integer الادرس بتاعها عباره عن ايه عباره عن pointer ما هو pointer هو الادرس pointer بيشيل ادرس فلما يبقى عندي الاكس انتجر ادرس الاكس تبقى انتجر بوينتر فهل انت ينفع تقول ايكوال ساين انتجر
خليه equal. integer pointer ما ينفعش. ده syntax error type mismatch. syntax error موضوع type. في mismatching في type. خلاص تعالوا نبص حاجة تانية. لو أنا مثلا كنت عامل قلت مثلا إيه قلت ptr equal x. هل ينفع أكتب كده؟ syntax error برضو type mismatch. ليه؟ البوينتر ptr هو هنا كان معرفه integer asterisk يعني integer pointer والx نوعها ايه؟ نوعها integer. ما ينفعش integer pointer اخليه بيساوي integer، لازم الحاجتين زي بعض، يعني الاثنين integer يعني الاثنين pointer، فحاجة زي كده برضو دي ايه type mismatch. فانا عندي دي مثلا واحد example تاني. انا بص على واحد تالت. لو انا جيت قلت انا كده بكتب ايه، بقول ptr equal، بص لو انا جيت قلت مثلا PTR equal PTR2 صح ولا لا؟ صح دي الجملة دي ولا لا؟ صح صح صح، لأن ده integer pointer صح كده وده كده integer pointer صح، فكده الجملة زي دي صح. طب لو أنا جيت عملت كده، لو قلت asterisk PTR2 ده معناها إن هي integer، رجع لي حاجة نوعها integer، بيبقى integer pointer equal integer ما ينفعش. فاهمين؟ فاهمين انا بقوله؟ تمام. انت سؤال ايه سؤال الكلام ده حاجات كتير. طب هل ينفع مثلا اكتب ptr equal address ptr2؟ ينفع عادي، المفروض عادي. تعالى نبص بقى، ptr نوعها integer asterisk صح كده؟ طيب ptr2 لوحدها، ptr2 لوحدها نوعها ايه؟ integer asterisk. تمام. طيب لما انا اجيب الادرس بتاعها يبقى انا بعمل ايه؟ بجيب بوينتر عليها. يعني ايه بجيب بوينتر عليها؟ يعني النوع اللي راجع لي ايه؟ النوع اللي راجع لي الحاجه دي انا بوينتر عليها، كأن في استرسك زياده. يعني لو شلت الاقواس هتبقى انتجر دبل استرسك، فما ينفعش اصلا تخلي اتنين بوينترز من نفس النوع واحده تشيل ادرس الثانيه، ما ينفعش، لان كده هتبقى بتساوي انتجر استرسك انتجر دبل استرسك. طب معلش، هو مش اصلا ده كده كده اللي احنا هنجيبه هو اصلا ادرس بتاع بوينتر؟ ما بص الادرس بتاع اللي هو يعني لازم كمان يبقى نفس التايب، مش مهم ده ادرس وده ادرس. انا فاهمه انت بتقولي ما ده بوينتر وده بوينتر، في الاخر ده ادرس وادرس المفروض يشيلوا بعض عادي، بس هو لا، هما بتتاخد بالداتا تايب في سي بلس بلس، بتتاخد بالداتا تايب. ده بيشاور على ده ادرس اه، بس ده ادرس انتجر، لكن ده ادرس انتجر بوينتر مختلف. يعني في يعني عشان اخليه مثلا في حاجه زي كده، عشان اخليه مثلا يشاور عليه المفروض بقى اخليها انتجر استرس استرس اه. يعني بص كده زي دي، لو انت عايز حاجه تشاور على البي تعرفها ان هي انتجر استرس استرس زي مثلا. تمام. اللي هي بوينتر تو بوينتر، خدتوها انتوا في المحاضره اسمها بوينتر تو بوينتر. تمام. فدي كل دي اكزامبلز الحاجات ايه فيها تايب ميس ماتش او سنتكس. طب هل ينفع اقول مثلا استرس بي تي ار equal address الx؟ لا تايب مس ماتش برضه. تمام. دي انتجر ودي انتجر. فهمتوا؟ بس. تمام؟ طيب احنا كده حلينا المسألة بتاعت الشيت الأولانية، المسألة الثانية بقى بتاعت الشيت هتبقى أنهي واحدة؟ هتبقى اللي هي problem 7. استنوا كده نبص عليها. problem 7 اللي هي دي. تمام. دي هنحلها على فيجوال ستوديو، يعني هي دي شبه مساله اللاب اللي هديها لكم، فهي هنحلها على فيجوال ستوديو خلاص، وهيبقى ايه هديكم بالظبط يعني الارقام بتاعه اللاب اللي انت ممكن تعملها ايه تبراكتس بيها بايدك، حاجه شبه اللي احنا حليناه خلاص. بتتكلم على الباسنج باي فاليو باي ريفرنس وباي بوينت. ماشي. طيب انا ممكن اديكم بريك 10 دقائق وبعد كده نرجع نكمل. احنا كده خلصنا مسألة الشيت بتاعت البوينترز والسكوبس، نرجع نكمل بعد 10 دقايق ان شاء الله. 10 دقايق بالظبط يا جماعه، وهبدا افتح فيجوال ستوديو واشتغل. باشمهندس، هو المفضل السيشن غدا امتى؟ المسألة دي على حسب ما نخلصها، خلصناها مثلا نص ساعة ساعة الا ربع بس يعني. تمام. على حسب ما نخلص المسألة، يعني حسب الأسئلة وتجاوبكم معايا اشوف المسألة بتحسب قد ايه. يعني دي آخر حاجة أصلا؟ دي آخر حاجة. يعني هعمل دي واديكم اللاب واقول لكم بالظبط تفتحوا ايه وتشتغلوا في ايه وخلاص. والريفرنس مين مش عارفه، مش فاكره مين سالي على الريفرنس. أيوة. زياده عايز زياده بقى فكرني بيه قبل ما نمشي.
طيب باشمهندس عندي سؤال معلش، هو الشيت ده مش حضرتك مش بتنزلي له انسرز او كده، او حتى لو بص كل شيت بيبقى ليه انسرز بس مش انسرز كامله، يعني هنتس للانسرز. فمثلا سؤال رقم واحد ده مش موجود اساسا، يعني ملوش حل، ما هوش يعني هو مكتوب بس. فانت بس لو حاجه زي كده انت عايز تعرف مثلا، انت ممكن تكبي تعملها كوبي بيست على فيجوال ستوديو وتبدا ايه تبص على حاجه الفاليو. ولو استخدمت الديباجنج بتاع قبل كده هتقدر تعرف ده ادرس بتاعه ايه، ده الفاليو بتاعته ايه. فاهمين؟ خلاص تمام ماشي. ورقم كام السؤال يا باشمهندس؟ السؤال رقم واحد، السؤال رقم واحد ده مش هتلاقيه له انسر، هتلاقيه جديد احنا ضايفينه فملوش انسر. خلاص؟ هو باشمهندس انا كنت عايز اسال على حاجه بس بره الموضوع ده كله. سؤال رقم كام؟ رقم واحد، سؤال رقم واحد في الشيت. ايوه مين كان عايز يسال؟ انا كنت عايز اسال على حاجه بس بره الموضوع ده كله برضه. هو انا ماشي. كنت وانا كنت قاعد بعمل على فيجوال ستوديو كده وبتاع، كنت بجرب مثلا ان انا اعمل الفانكشن بتاعت مين اغير التايب بتاعها، فخليت التايب كاركتر مثلا، فده لما مثلا هاجي اعمل ريتيرن مثلا هيرجع اي حاجه يعني وكده ولا لازم ونيو فاليو؟ تمام. مين ايه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ حد بيتكلم؟ الايه؟ المثال ده عامله في السلايدز. لا انا ما انا اصلا اللي عامله السلايدز في حاجه ثانيه اعتقد، حاجه ثانيه. هو في كاونتر بس زياده. ايه؟ في بس الكاونتر هو اللي هيبقى زياده. مش عارفه بس انا مش فاكره الصراحه السلايد، بس انا فاكره ان هي كانت مختلفه شويه. طيب على العموم بص ايا كان حتى لو محلوله في السلايدز، تعالى نحلها مع بعض على فيجوال ستوديو، نجرب نعمل لها رن وكده وخلاص هتبقى شبه المسائل اللي انتوا هتحلوها في اللاب المفروض عليها. تمام؟ تمام ماشي. هو بيقول بيريبليس كل اوكيرنس اوف الاولد فاليو بالنيو فاليو، بيريبليس كل اولد فاليو بنيو فاليو، وبيرتيرن عدد الكاونت اوف ذا ريبليسد elements، عدد الايه الالمنتس اللي احنا عملناها ريبليسنج. تمام؟ يعني بيرجع لي، هو بيعمل ايه؟ بيغير، لو انا اديته مثلا غير لي ريبليس اول الخمسه ب 10، فيخلي لي كل خمسه في الاري بتاعتي ب 10، وهيرجع لي عدد الالمنتس اللي اتغيرت، يعني عدد الالمنتس اللي كانت بخمسه وخليتها بايه ب 10. بيقول لي رايت ا مين فانكشن ذات تست يور فانكشن. تمام. هو مين البروبلم دي بتتكلم على موضوع الباسنج باي ريفرنس وباي فاليو وباي بوينتر. تمام. قبل بس ما نبدا نشتغل فيها عايز اديكم كذا حاجه كده صفحه واحده نقولها مع بعض عشان ايه يبقى سهل علينا نحل البروبلم نفسها. طيب انا دلوقتي في عندي، لو انا جيت قلت انت اكس ايكوال 5 وبعدين انت واي ايكوال اكس، ده هيعرف لي مكان جديد في الميموري اسمه واي، في بس كوبي من الاكس، صح كده؟ يعني الاكس في مكان والواي في مكان، ده في الاول خمسه وده خمسه. لو جيت زودت الواي او غيرتها خليتها واي بلس بلس، هل الاكس هتتغير معايا؟ لا مش شرط، ده في مكان وده في مكان. ده النورمال فاريبل، ده فاريبل عادي. خلاص. ده فكره الباس باي فاليو، دي فكره الباس باي فاليو، ان انت بتقول انت واي وبتبعت لها اكس، هو بيحجز الواي في مكان غير الاكس، فلو الواي اتغيرت الاكس ما اتغيرتش. هتفهموا الكلام ده لما نيجي نشتغل. تمام. طيب في حاجه تانية، لو انا جيت عرفت انت اكس ايكوال 5 وانت واي ايكوال اكس، بس ما قلتش انت واي على طول، انت الياس واي، علامه دي علامه الالياس، لما بتيجي بعد داتا تايب بيبقى اسمها الياس. تمام. ما بتبقاش اسمها ادرس، بيبقى اسمها الياس. طيب الالياس دي يعني ايه؟ يعني اسم جديد، يعني نيك نيم، كانه اسم دلع. فانت دلوقتي انت اكس ايكوال 5 هيحجز لك مكان في الميموري اسمه اكس ايكوال 5. لما تقول انت الياس واي معنى كده ان الواي ده مش مكان جديد، ده الياس جديد، ده اسم جديد. فكان لما تقول ايكوال اكس فكانك خليت الاكس ليها اسم جديد اللي هو الواي، يعني مكان الاكس ده بقى هو مكان واحد ليه اسمين الاكس والواي. طيب هل منطقي يعني انا في الاخر مكان واحد؟ طيب لو انا قلت الواي بلس بلس يبقى الواي بستة، لو عملت سي اوت للاكس هتبقى بكام؟ بستة برضو، لان في الاخر هي والواي هما الاثنين اسمين لنفس الحاجه. تمام. دي فكره الباس باي ريفرنس. لو انا عندي البارامتر بتاع الفانكشن انت باي ريفرنس او انت الياس واي وبعت له الاكس، ده معناه ايه؟ هل معناه ان الواي في مكان تاني غير الاكس واخد كوبي منه؟ لا، ده معناه ان الواي اسم جديد للاكس المبعوث، هما الاثنين نفس الاسم، هما الاثنين قصدي نفس المكان، اسمين مختلفين لنفس المكان، فلو واحده اتغيرت الثانيه بتتغير، ودي علامه الايه الالياس او الادرس، بس لما تيجي بعد داتا تايب.
لكن فاكرين احنا لما كنا بنقول في البوينترز كنت بقول ايه؟ كنت باجي اقول مثلا، بقول مثلا فين، بقول مثلا او مثلا تعالوا نكتبها، كنت باجي اقول مثلا ptr equal address الx، صح؟ هل كنت بقول انت ادرس الاكس؟ هل كنت بعملها كده؟ لا، بقول ادرس بس. فلو هي جت لوحدها من غير قبليها داتا تايب، دي معناها ادرس خلاص. لكن لو انا جيت عرفت بالشكل ده دي كده معناها الياس، اسم جديد. تمام. طيب حلو جدا. تعالوا بقى نبص هنا البوينتر فاريبل ده ثالث نوع. تمام. طيب لو انا جيت قلت انت اكس ايكوال 5، هيحجز لي مكان في الميموري اسمه اكس، الفاليو بتاعته 5. لو قلت انت استرسك py انت استرس py equal address الاكس، ده معناه ايه؟ انت استرس py هيحجز مكان في الميموري اسمه py نوع بوينتر equal address الاكس، يبقى بيشاور على الاكس. حلو قوي. لو انا جيت قلت ال py دي استرس py وبين قوسين كده بلس بلس، والقوسين في الحاله دي يا جماعه مع البلس بلس تبقى لازم، عشان الاسترس دي لازم نحط قوسين. لو قلت استرس py بلس بلس، ده معناه ايه؟ الحاجه اللي بيشاور عليها ال py اللي هو الاكس هنزودها بواحد، فتبقى بدل ما هي خمسة تبقى بإيه؟ هتبقى بستة. تمام؟ طيب فمعنى كده هل الـ PY لما اتغيرت، لما الـ PY الـ value بتاعت الـ asterisk بتاعتها زادت بواحد، هل الـ X اتغيرت ولا متغيرتش؟ الـ X اتغيرت برضو. يبقى أنا عندي أول كيس بس الـ X ما اتغيرتش، لما كانت الـ Y محجوزة في مكان والـ X في مكان، وغيرت الـ Y الـ X ملهاش دعوة. تمام؟ لكن في الحالتين التانيين الـ X اتغيرت، سواء إن أنا عملت alias للـ X أو أنا عملت بوينتر بيشار على الإكس وغيرت الإيه عن طريق البوينتر ده. خلاص؟ لكن هنا ده كان variable عادي equal variable عادي. يبقى تخيلوا معايا لو ده الـ goal function، انت y هي الـ goal function، واتبعت لها x، هتبقى دي في مكان ودي في مكان، لو ده اتغير ده ملوش دعوة. لو دي اللي جوه الـ function، يعني دي اللي في بين القوسين بتوع الـ function، واتبعت لها في الـ call، في سطر الـ call الـ x، فدي معناها إن الـ y ده بقى اسم جديد للحاجة المبعوثة، اسم جديد للـ x. فلو غيرت الواي جوه الفانكشن هتلاقي الاكس اللي بره اتغيرت. هنا لو عملت انت asterisk py وبعت لها في الكول ادرس الاكس، خلاص هيبقى ده معناه ايه؟ معناها ان هو بوينتر بيشاور على الاكس، فلو انا جيت غيرت في الاسترسك بوينتر هيتغير في الاكس. لغايه كده في حد عنده مشاكل على في الكونسبت دي ولا لا؟ في اي حد عنده مشكله؟ معلش يا باشمهندس انا دخلت متاخر، بس ممكن تعيدي بسرعه؟ معلش ماشي تاني. ينفع. طيب بس ما تاخرش تاني. ماشي. طيب بص تمام. النورمال فاريبل لما اقول انت اكس ايكوال 5 انت واي ايكوال اكس، ده هيحجز لي مكان جديد اسمه واي في الفاليو بتاعت الاكس، كوبي منه. لو غيرت الواي هل الاكس هتتغير معايا اوتوماتيك؟ لا. تمام. ده بنسميه نورمال فاريبل، اللي هي جاي منه فكره الباس باي فاليو، ان يبقى جوه الفانكشن بتاعتك انت كاتب انت واي، يعني جوه البارامترز بتاعتها الانبوتس بتاعتها كاتب انت واي، وبعت لها في سطر الكول اكس، فكده الواي مختلف عن الاكس، ده مكان وده مكان. لما تيجي جوه الفانكشن تغير في الواي، الاكس اللي في المين مش هتتغير. طيب تعالوا نبص على الالياس فاريبل. الالياس فاريبل بتتعرف ازاي؟ بقول انت علامه الادرس دي، بس بنسميها الياس بقى ساعتها، انت الياس واي. خلاص. الادرس اللي احنا كنا بنستخدمه زمان لما كنت بقول مثلا بالشكل ده، لا ثانية، لما أقول مثلا ptr equal address الx، دي address عشان مش قبليها data type، ده معناها address ال variable ده، لكن في الحالة دي هو قبليها هنا data type، فدي معناها alias اسم جديد. فأنا هنا بعمل اسم جديد اسمه y لمين؟ للx. خلاص. فكده نفس المكان الx بقى اسمه y كمان، فلو أنا جيت غيرت y plus plus هتلاقي الx زادت هي كمان. ليه؟ لأن هما الاثنين اسمين لنفس المكان، مش مكان ومكان زي اللي فوق. تمام. طيب فانا دلوقتي ثانيه تخلص الحته الصغننه دي. طب فهي نفس الفكره، لو انت في فانكشن وعامل البارامتر اللي جوه الفانكشن اللي هو الايه بين القوسين بتوعها، عامل انت الياس واي او انت باي ريفرنس واي، دي بنسميها باي ريفرنس، انت الياس واي او انت باي ريفرنس واي، وبعت لها في فانكشن كول الاكس، ده يعمل ايه؟ هيخلي الواي اسم جديد للاكس. يعني لو جيت جوه الفانكشن غيرت الواي هتلاقي الاكس اللي في المين اتغيرت معاها عادي. خلاص. سؤالك ايه بقى؟ كان ايه سؤالك؟ لو كانت الاكس دي نيو، يعني حاجه اتعمل لها allocation وعملت ديليت الواي، هتنفع برضو الاكس؟ لا، خلي الموضوع نيو ده المره الجايه، خليها احسن من احنا يعني احنا بنقول في الشيت بتاع الجزء بتاع الديناميك allocation نشرحه، لان لغايه دلوقتي ما جبتش النيو دي. شكرا يا باشمهندس. اتفضل.
ماشي عفوا. طيب تعالى بقى نبص كده بعديها برضو pointer الاخر نوع pointer variable دي اللي جاي منها الـ pass by pointer. تمام لما اقول انت x equal 5 فلو عندك الـ x بخمسة انت asterisk py equal address الـ x فده معناه انت بتعمل pointer وبتخليه يشاور على الـ x صح؟ لما تيجي تغير في الـ asterisk py مش بغير في الـ py بغير في الـ asterisk بتاعته خليته plus plus وقلنا قوسين لازم في حالة زي دي قوسين لازم مع الـ plus plus يعني مع الـ asterisk والـ plus plus. طيب لو انا غيرت في الـ asterisk py هتلاقي نفسك بتغير في الاكس الاصليه يعني لو غيرت asterisk py خليتها بلس بلس تبقى الاكس بقت هي كمان بلس بلس يعني هما الاثنين نفس المكان في الاخر سواء asterisk py او الاكس هما الاثنين بيأكسسوا نفس الميموري لوكيشن صح. فبرضه نفس الفكره لو انا جوه البارامترز بتاعه الفانكشن كتبت int asterisk py بعت لها في الفانكشن كول الادرس بتاع الاكس ده يعمل ايه هيبقى الpy ده بيشاور على الاكس بتاعه المين فلو غيرت في الاسترسك بتاعه الpy هتلاقيه بتغير في الايه في الاكس بتاعه المين. خلاص في حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب هو انا مثلا لو ان هي في الرقم 2 يعني لو انا قلت الواي بتساوي بلس بلس اكس نعم لو انت جيتي عملتي لو عملتي اكس بلس بلس او بلس بلس اكس وعملتي سي اوت الواي هتلاقيها برضو زادت هي خلاص هما الاثنين نفس الحاجه لو غيرت في الاكس الواي هتضحك عملتي في الوقت هو مش كان في اللي هي prefix و postfix كان امتى كان في واحدة الاكس ساعتها مش بتتغير وواحدة الاكس بتتغير صح؟ لا فاكرة كنا احنا بنقول لو انت عملتي x plus plus كده او plus plus x كده من ناحية الاكس هما الاثنين بتزيدوا بواحد دي الاكس بتزيد بواحد ودي الاكس بتزيد بواحد الفرق كله لو انت جيتي قلتي z equal مثلا دي فانا اقصد اخليها y equal بقى ولا ما ينفعش؟ مش فارقة بس انت لو عملتي y equal كذا كأنك قلتيها هي مش الواي هي alias للإكس كأنك قلتي x equal x plus كأنك عملتي تعملي زي بعد كده بتعملي في الآخر يعني هتبقى ليها طريقة حسبة معينة يعني بس انا قلت في الآخر أي تغيير هتبقى على الواي هيبقى على الإكس بمين اللي هو اللي كنا بنقوله هنا تمام؟ طيب كده دي البداية عشان نعرف حوار الـ post by reference و value والكلام ده. طيب دلوقتي تعالوا بقى نعمل ايه project جديد اقفل ده ونفتح فيجوال ستوديو. طيب هنعمل نيو بروجكت من هنا او من فايل نيو بروجكت اتاكد من على الشمال فيجوال سي بلس بلس في نص امتي بروجكت واسمي البروجكت بتاعي مثلا شيت 1 شيت 1 خليها شيت 1 تمام. طيب ده اسم ال خليها دي مش شيت 1 هنا دي بروبلم بي 7 وهنا نشيل بي 7 من هنا لأن السولوشن هو للشيت كله وأول حاجة بي 7 ماشي هنا البراوز خليها تمام. طيب نعمل نيو فايل برايت كليك على سورس فايلز بعمل اد نيو ايتم هي نفس الحاجات اللي خدناها المره اللي فاتت بشوف الاسم هنا هسميه مثلا اي حاجه بروبلم فايل 7 اي حاجه تمام. طيب نكبر هنا نعمل زوم بس عشان الناس تشوف تمام. طيب تعالى بقى نكتب اول سطرين هاش انكلود IO stream using namespace std int main خدوا بالكم بصوا بعمل قوسين وبخش من جوه اكتب انا بص انا عايز اكتب بطريقه يبقى كل بريس سطر لوحده وكل حاجه جوه حاجه داخله لجوه عنها شويه في سبيس عنها شويه فبصوا على طريقه الكتابه انا بكتب فيجوال ستوديو عادي تمام بس طريقه كتابتي هي اللي بتخلي الحاجه تدخل لجوه ان انا بعمل ايه بعمل قوس كده وبفتح وبدوس انتر وباجي هنا وبدوس انتر فبيدخلها لي جوه اوتوماتيك يعني هي حاجه بس هتتعود عليها وبعد كده تعملها من غير تفكير عشان بس حاجه على طول تبقى متظبطه. طيب بعديها هنعمل ريتيرن زيرو خلاص دي اول حاجه بنكتبها قبل ما ايه نشتغل. انا دلوقتي هو طالب مني ايه طالب ان انا الانبوت بتاعتي ايه الانبوت بتاعتي ثلاث حاجات الاري والد فاليو ونيو فاليو والفانكشن اسمها ريفليس اول فانا هسمي هنا
في فانكشن هعرفها فوق المين، هسميها ريبليس اول. تمام، بتاخد ايه؟ بتاخد ثلاث حاجات، اري واولد فاليو ونيو فاليو، صح؟ الاري بتتعمل ازاي او بتتعرف ازاي؟ بقول انت ار بالشكل ده، بصوا انا هكتبها بصوا كده. بصوا كده معايا، بس هنعدل فيها برضه اهو، موقفات ماشي. دي الفانكشن بتاعتي، بس طول ما انا شغاله ببقى عايزه الايرور لسه عندي فاضيه. تمام، طيب بصوا يعني دي اسم الفانكشن. انا دلوقتي كده عايزه ابعت اري، مش عارفه الناس عارفه الاري ولا لا؟ انتوا خدتوا الاري في المحاضره صح؟ خدتوا الاري في المحاضره؟ اه تمام. طيب بصوا انا هقول لكم الطريقه اللي بتتبعت بيها الاري، بعديها دلوقتي في المين هبدا اكريت اري واعملها عشان لو حد نسيها او حاجه. تمام، انا ببعت الاري ازاي؟ ببعت الاري عن طريق تو فاريبلز، مش ببعتها فاريبل واحد. اول حاجه ببعت اللي هي الاري نفسها، تاني حاجه ببعتها السايز بتاع الاري. فانت ان دي ان اللي هو السايز. تمام، طب الاري دي بتتبعت ازاي؟ بقول اسم الـ اسم الاليمنت الواحد، سوري داتا تايب بتاعه، داتا تايب بتاع الاليمنت الواحد انتجر، لان هي انتجر اري. طيب اللي يخليني اعرف ان هي اري مش انتجر عادي اللي هو علامه الايه؟ القوسين بعد الاسم، فقبل الاسم انت بعديها قوسين مفيش ارقام في النص. تمام، فانا كده بعت الاري. طيب عايزه ابعت الاولد فاليو والنيو فاليو، ده انتجر وده انتجر، بعتهم هما الاثنين. تمام، طيب ده كده الانبوتس بتاعتي مظبوط. تعالى نبص على الاوتبوت. هو دلوقتي بيقول لي ايه؟ and replaces each occurrence of the old value with new value. بال new value يعني هيبدا يدور في الاليمنتس واحد واحد، يشوف لو الاليمنت ايكوال الاولد فاليو هيخليه بالنيو فاليو. تمام، وهيعمل كاونت هيرجعه في الاخر بالايه؟ بالعدد بتاع الحاجات. تمام، ثواني يا جماعه كده. بصوا احنا بصوا خلينا نكتب طيب البروتوتايب بتاعت البتاعه دي، بس احنا مش هنعمل بروبلم 7، هنعمل بروبلم 6. انا اتلخبطت في الرقم، ثانيه واحده. بروبلم 7 سهله، مش هتبقى فيها موضوع الباسنج ده. لا هي بروبلم 6، صح هي بروبلم 6. البروبلم 6 سؤال في الاول بس، ماشي بس خلاص، بس بروتوتايب ثانية واحدة. طيب خلاص، البروتوتايب بتاع الريبليس اول، وبعد كده هسيبها واكتب اصلا في الابيل. تمام، طيب الريبليس اول دي هتبقى فيها بس البروتوتايب، هي الاوتبوت بتاعها بتريتيرن الكاونت اوف الريبليسد اليمنتس، فهي في الاخر هترجع لي الكاونت، فانا ممكن استفيد بالايه؟ ريتيرن تايب، واخليها بتريتيرن ايه؟ انتجر. خلاص، وعارفه ان انا في النص بعد شويه هكتب ريتيرن وحاجه هنا نوعها انتجر، واعمل سيمي كولون بعديها، انا عارفه الكلام ده. تمام، طيب ده البروتوتايب بتاعها، ونبدا نكتب الكود بتاعها جوه. خلاص، دي الريبليس اول. طب حته ان انا بدلت الاولد فاليو بالنيو فاليو، دي محتاجه تتكتب اوتبوت او حاجه في البروتوتايب؟ لا، هي انت لما بتبعت الاري للفانكشن، لو غيرت جوه الاليمنتس بتاعت يعني لو غيرت الاليمنتس جوه الفانكشن هتلاقيها اتغيرت بره، يعني هتلاقيها اتغيرت في الاري الاصليه اللي مبعوته للفانكشن. تمام، دي كده البروتوتايب بس بتاع الايه؟ بتاعت البروبلم دي، بروبلم ايه؟ 7 المفروض دي، لكن انا هنحل بروبلم 6. طيب سؤال، كان في سؤال. هو انا فوق هنا ممكن ما اكتبش اسامي الفاريبلز، يعني ممكن اكتب انت بس صح؟ بص ده لما هعملها بروتوتايب وامبلمنتيشن، يعني في ناس تعملها كده خلاص وتيجي هنا واعمل تحت بقى ال ما اعرفه، شايله السيمي كولون وهي قاعده ايه عامله الامبلمنتيشن هنا. طيب عندي سؤال بقى، لو هعمل كده بكتب الاري مثلا ازاي؟ يعني بشيل اسمه بس وبسيب البراكتس كده بالظبط كده؟ خلاص تمام، شكرا يا باشمهندس. تمام، طيب تعالوا بقى دلوقتي نحل البروبلم 6. تعالوا نبص عليها. هو هنا بيقول لي رايت فانكشن كاونت ليس جريتر ايكوال. ايه بقى ليس جريتر ايكوال ده؟ تكس ان اري، بتاخد اري اوف انتجرز وبتاخد فاليو معايا، يعني بتاخد تو انبوتس. Then outputs ايه؟ outputs 3 counts، تكاونت ثلاث حاجات، عدد الاليمنتس اللي اقل من الفاليو دي، وعدد الاليمنتس اللي اكبر، وعدد الاليمنتس اللي ايكوال. وبيقول لي اكتب المين اللي بتست يور فانكشن، اللي بتجرب بيها يور فانكشن. تمام، فهنا الفانكشن اسمها ايه؟ count this greater equal. خلاص، طيب
ثانية اكتب بروتوتايب من الأول. هلا هكتبها كلها فوق المين، مش هعملها بروتوتايب و و والديفينيشن هنا بويت. تمام، بصوا كده هنيجي دلوقتي. دي كده الفانكشن دي هتعمل ايه؟ هي بتاخد اري، الاري بيتبعت عن طريق ايه؟ حاجتين، انت واسم الاري، سميها اي اسم، انا هسميها اري مثلا قوسين، وانت انت ده السايز. انا كده بعت الاري، وهو قايل لي بعتي معاها الفاليو كمان اللي هو هيعد العدد الاكبر منها والاصغر منها والكلام ده. فهنا عندي انت فاليو، فالار دي الار ودي الان السايز بتاعها ودي الفاليو. ده كده الانبوت. طيب الاوتبوت ايه؟ الاوتبوت ثلاث حاجات، ثلاثه كاونت صح. طيب انا دلوقتي عايزه بس معلش هغير بس رقم اسم البتاع 6 ميم 6. طيب ماشي، دلوقتي انا عندي ثلاثه اوتبوت اللي هو الكاونت بتاع ايه؟ الاصغر والاكبر والايكوال. طيب انا دلوقتي لو انا استخدمت كاونت منهم رجعته هنا، التو كاونتس التانيين هيرجعوا فين؟ انا دلوقتي كل فانكشن ليها ريتيرن واحد، ليها ريتيرن حاجه واحده، حتى هنا الريتيرن تايب بيبقى واحد. الاثنين التانيين دول ارجعهم ازاي؟ هرجعهم عن طريق استخدام باي ريفرنس، حاجه اسمها باي ريفرنس او باي بوينتر. خلاص، انا عشان امرنكم على الثلاث انواع، انا يبقى انا دلوقتي عشان اطلع حاجه بره الفانكشن عندي ثلاثه اوبشن، يا اما برجعها في الريتيرن تايب، يا اما برجعها في الريتيرن، يا اما بعملها باي ريفرنس، يا اما بعملها باي بوينتر. فانا عشان اخليكم تجربوا الثلاث حاجات ونقارن ما بينهم، كل كاونت هعمله بطريقه، لكن انت ممكن عندك تعمل ايه؟ تخلي الثلاثه باي ريفرنس او الثلاثه باي بوينتر زي ما انت عايز. تمام، فانا هنا عملت واحد في الريتيرن اهو، وكاونت تاني هعمله انت مثلا اسمه مثلا ايه؟ ال اي لس. ماشي خلاص، وفي واحد تاني اسمه مثلا جريتر، ويبقى ده الايكوال. يبقى انا عندي ده الايكوال وعندي اللس وعندي الجريتر. خلاص اهو نسميها حتى ممكن لس اللس، ده اللس وده الجريتر. تمام، طيب انا الاثنين دول عايزه ابعت واحده باي ريفرنس وواحده باي بوينتر، هعملها ازاي؟ هنا عند ما بين الانت والال اس هعمل علامه الالياس، انت كده بعتها باي ريفرنس. طب لو انت عايز الجي ار ده يبقى باي بوينتر، هتبعت تحط استرسك في باي بوينتر. خلاص، واحنا هنسميها بي جي ار عشان بس نعرف ان هو نفتكر ان هو بوينتر، مش اللي هو الايه، مش الفاليو على طول. يبقى انا كده رجعت الثلاثه كاونتس بتوعي ازاي؟ واحده في الريتيرن تايب، واحده في الباي ريفرنس، واحده بالباي بوينتر. وقلنا انت بعدين يبقى عندك الاوبشن ممكن تختار ان الثلاثه يرجعوا باي ريفرنس او الثلاثه باي بوينتر اند سو. طب هاجي دلوقتي اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايزه اعمل ايه الاول خالص؟ انا عايزه اخلي الكاونتس الثلاثه بزيرو. طيب ده اسمه ال اس وده اسمه بي جي ار، ولو انت عايز تجيب الحاجه اللي بيشار عليها اللي هو استرسك بي جي ار، ده بوينتر ده ادرس، انت عايز الفاليو اللي بيشار عليها فاسترسك بي جي ار. فالكاونت الاولاني اسمه لس، الكاونت الثاني اسمه استرسك بي جي ار صح. الكاونت الثالث اللي هو الريتيرن تايب ده ملوش اسم، ده ريتيرن تايب لسه هتعمل له اسم جو. فانا هسمي هنا مثلا انت ايكوال. خلاص، وعارفه ان انا في اخر البتاع لما هاجي اكتب ريتيرن هكتب ريتيرن الايكوال ده، لان ده اللي راجع لي في الريتيرن، فده الكاونت الثالث وده الريتيرن بتاعته. ال اس والبي جي ار انت لما تغير فيهم جوه هيتغيروا اوتوماتيكلي بره، يعني هيتغيروا اوتوماتيك في الحاجه اللي انت بعتها في المين، مش محتاج تعمل لها ريتيرن، مش هتعمل لها ريتيرن، لكن الريتيرن الحاجه اللي نوعها هنا اللي هو الايكوال، ودي اللي هتعمل لها ريتيرن. خلاص، طيب اول حاجه هعملها ايه؟ هصفر كل الكاونتس، هخلي كل الكاونتس بزيرو، فهخلي ال اس ايكوال، خلينا الاول الايكوال ايكوال زيرو، وال ال اس ايكوال زيرو. طيب البي جي ار ده باكسسه ازاي او بوصل للفاليو اللي بيشار عليها ازاي؟ بالاسترسك، استرسك بي جي ار ايكوال زيرو. دول الثلاثه كاونت، كاونت الايكوال واللس والجريتر. تمام، طيب عايزه الف على المنت المنت اتشيك انت اكبر من الفاليو دي ولا اصغر منها ولا ايكوال، فهعمل ايه؟ فور لوب، فور انت اي ايكوال زيرو، اي اصغر من ايه؟ دايما لما بلف على الاري السايز بتاعها ان، الاندسيس بتبدا من زيرو، فبخلي الاي بالزيرو والاي اصغر من ان. اي اصغر من ان يعني اخر element او اخر دخله للاي هتبقى القيمه بتاعتها ان ماينس 1، اللي هو لو انا عندي مثلا خمسه elements متخزنه في الاري من الاندكس زيرو، فهيبقى عندي elements ايه؟ 0 1 2 3 4، 4 elements. يبقى لو انت عندك ان elements اخر اندكس هيبقى عندك الان ماينس 1، عشان كده هيبقى الاي اصغر من ان، يعني اخر اي بان ماينس 1، اخر اي داخله للوب.
بعديها الاي بلس بلس مش هنقعد بقى كل مره نفكر فيها، هي من زيرو لغايه اقل من السايز، مش اقل اور ايكوال، اقل بس. طب هاجي هنا وافتح قوسين، ادخل جوه اكتب، ماشي. في ناس تروح عامله لك ايه، عامله كده وكده وتروح جايه كاتبه هنا، كاتبه هنا هتلاقي الحاجه مش يعني مش داخله جوه بسبيس كافي، يعني مش هتلاقيها كويسه كشكل، او كحد بيراجع وراك الكود هيبقى صعب ان هو يفهم الكود بتاعك. تمام؟ طيب ماشي. فدخلت هنا في جوه الفور، هعمل ايه؟ هعمل اف كونديشن. انا عايز اشوف لو الاليمنت اللي عليه الدور دلوقتي اكبر ولا اصغر من الفاليو. الاليمنت بوصل له ازاي؟ بكتب اسم الاري اللي هو ار، انا كان اسم الاري مسميها فوق ار، ده مش اسم ثابت، ده اي اسم انا اختاره. طيب بعديها بين قوسين كده اللي هو السكوير براكتس، تمام، بكتب اوف اي، يعني اول دخله للوب هتبقى ار اوف 0 اللي هو اول اليمنت، تاني دخله ار اوف 1 تاني اليمنت، تالت اليمنت اند سو اون. انا بقول لو ار اوف اي اكبر من، كان اكبر من ايه؟ من الفاليو اللي عندي، الفاليو دي اللي هي انا بعتها كانبوت، ان انا بتشيك على الاكبر والاصغر والكلام ده. لو ال r of i اكبر من الفاليو ساعتها هتعمل ايه؟ خلينا خليها لو اي حاجه ماشي اكبر من، ساعتها هخلي ال greater plus plus، صح؟ الكاونت بتاع greater من الاول مصفره، بعديها هزود واحد بيز على الكونديشن. فلو اكبر من الفاليو هزود الكاونت بتاع الايه ال pgr plus plus كده، صح؟ لا مش صح، لان البي جي ار ده بوينتر، انا عايزه الفاليو اللي بيشار عليها، فاسترس بي جي ار، ولما الاسترس بتيجي مع البلس بلس بتحط الدنيا دي كلها في ايه، في قوس مع بلس بلس. تمام. else if الار اوف اي كان اصغر من الفاليو، ساعتها اخش اعمل ايه، مش محتاجه اكتب بريسز لان كده ده ستيتمنت واحده. لو اصغر من الفاليو هخش اعمل ايه، هخلي less then او اللي هو الكاونت ده هخليه هو البلس بلس. طيب else الحاله الثالثه ايه، لو مش اكبر او اصغر يبقى ايكوال، ساعتها هخلي الكاونت بتاع الايكوال بلس بلس، يبقى بادئين بالزيرو وبلف واحد element element اتشيك هل انت اكبر ولا اصغر ولا ايكوال عشان بلس بلس الكاونت بتاعك. تمام. طيب بعديها بنخرج بره الفور لوب، المفروض بعد ما يلف اللفه كلها هتبقى الايه الثلاثه كاونتس دي فيها الفاليو الصح، ساعتها هعمل ايه بقى، الايكوال محتاج يترن صح، لكن اللس والجريتر ما بيتعمل لهمش ريتيرن، مش بدخل الباي ريفرنس والباي بوينتر في الريتيرن، هي اوتوماتيك بترجع، يعني هي اوتوماتيك بقدر اوصلها في المين او بتتغير الحاجه في المين، لكن مش بعملها في الريتيرن. فانا عشان ما تتلخبطش، الحاجه اللي في الريتيرن طيب اول ما ادخل اكتبها انت باسم معين، واخر ما اخرج اعمل ريتيرن للحاجه دي. تمام. طيب لغايه كده في حد عنده مشكله في كتابه الفانكشن نفسها؟ دي فانكشن هي قدامكم كلها، كل ما انا كاتبه يا جماعه متاكد ان الايرور ليست قدامي ومفيش ايرورز. في حد عنده مشكله في الفانكشن؟ ايه باشمهندس معلش، هو انا مش عندي مشكله في الفانكشن، عندي مشكله في فرص السؤال، يعني انا ما فهمتش السؤال عايز ايه. رايت فانكشن جريتر ايكوال، ماشي ماشي. بس اقفلي المايك عشان الصوت في دوشه. بصي معايا هنا، رايت فانكشن بالاسم ده takes an array of integers، فانا عرفت ان takes يعني input ليها array of integers، الاري ببعتها ازاي بالحاجتين زي ما احنا قلنا and a value، فدي input part. then outputs بتطلع ايه، 3 counts، يعني انا بقدر اوصل منها لحسبة. معلش ثانية بس احنا الصورة مش واضحة عندي، الصورة مش باينة عندي. هي باينة عند الناس ولا لا؟ اه باينة، هي باينة مش مهندسة، باينة عندي. طيب لسه مش باينة عندك؟ لا لسه مش باين. طيب اخرجي وادخلي مستنياكي. تمام حاضر. مش منسى معلش، هو احنا المفروض نحل المسائل من اول 6 لحد الاخر ونبعته لحضرتك كبرنامج فيجوال ستوديو، ولا نبعت ايه بالظبط؟ هقول لكم في الاخر، بس مش من الفايل ده اصلا، من فايل تاني. بس ثواني نجيب الشارجر عشان ده هيفصل شحن. ثانيه
طيب الناس كده سامعيني؟ البنت اللي كانت بتريجوين تمام خلاص ولا ايه؟ بيسمع ايه؟ لسه ما دخلتش يا باشمهندس. معلش اسمها ايه؟ شريدان. لسه مش باينة عندي. فخلاص مش فخلاص انا هيبقى احاول افهمها مع نفسي ان شاء الله. انت معانا ولا خرجتي؟ لينك شيت هو احمد محمد. بس خد بالك ما تش... يعني بلاش اشتغل على القديم، اشتغل على الحاجه اللي انا بعملها عشان ممكن نبقى معدلين فيها، يعني ممكن كل ترم بنعدل عن الترم اللي قبله يعني. طيب هي البنت معانا اصلا ولا خرجت ولا ايه؟ هي شكلها خرجت. طب انا عايزه اوصل لها، حد يقدر يكلمها او حاجه تخش؟ طيب ماشي. طيب احنا ممكن نكمل لغايه ما اشوف هتدخل ولا ايه. طيب count less greater equal خلاص احنا قلنا بتاخد integer و value وتلاتة كامس، هما دول الاوتبوت عشان هو بيقولي ايت اوتبوت. فهي من طرق الاوتبوت يا اما الريتيرن يا اما الباي ريفرنس يا اما باي فاليو بس. فخلاص فاحنا فهمنا من السؤال الانبوتس ايه والاوتبوتس ايه بتاعت الفانكشن. كتبنا الفانكشن نفسها صح، بس ناقص ان انا اكتب ايه المين بقى نفسه اللي بيتست الفانكشن دي. محتاج عشان تست الفانكشن دي اعمل ايه؟ اعمل اري احط فيها ارقام معينه واعمل بعد كده ايه؟ ابعتها للفانكشن دي تحسب لي الكاونتس وترجعها لي صح كده؟ تعالوا نعمل ايه واحده واحده مع بعض هنا. هن اول حاجه كل ستيب هعملها هعملها في كومنت في الاول. فهنا هنعمل كرييت اري اوف مثلا 5 elements خلاص. النهارده بناخد عدد الاليمنتس ثابت عارفين 5. بعد كده لما بناخد النيو ديليت بقدر ان انا ادخل اصلا من اليوزر اقول له دخل لي عدد الاليمنتس اللي انت عايزه. حد بس عايز يجاوب يرد عليا، انتوا سامعين ولا في مشكله في الصوت او في السكرين؟ سامعين. لا سامعين ولا سكرين؟ تمام تمام سكرين تمام تمام. طيب اول حاجه هكريت انا اري اوف 5 elements. هعملها ايه؟ هقول الاري مثلا هسميها ايه مثلا براحتي، اسمي زي ما عايز اسميها ار زي اللي فوق عادي مش فارقه. فهنا هسميها ايه؟ نوع الاليمنت انتجر، عدد الاليمنتس 5. دي الطريقه بتاع تعريف الاري بالطريقه اللي من غير نيو، اللي بالطريقه الاوتوماتيك. طول ما انا ماشي الاري لسه فاضي. فانت ايه اوف 5 انتجر اليمنت، كل اليمنت عباره عن انتجر، عدد الاليمنتس 5 بين سكوير براكت بالشكل ده. خلاص ما اعملش كده، اعملها ب 5. السنتكس حاولوا تلتزموا بيه جدا. عملت كده اول حاجه عملنا كرييشن او الوكيشن للاري. كرييت او الوكيت، الوكيت يعني بيحجز مكان الاري. تاني حاجة بقى ايه؟ فيل اري elements. هفيل الاري elements يعني هعمل ايه؟ هجيب هملى الحاجات بتاعتها الفاليوز بتاعتها. زي ما انتم فاكرين العلامة دي علامة الكومنت سنجل لاين، يعني ده كده ما بيتنفذش كود، بكتب انجلش فيه عادي او فرانك او اي حاجة. طيب هاجي هنا هملى ال elements ازاي؟ هم انا عندي 5 element، فعشان املى element element محتاجة لوب. فانا هلوب على الاري، هعمل ايه؟ فور عادي خالص انت اي equal 0 i اصغر من ال n اللي هم 5، انا عارفه ان هم 5 i plus plus. هاجي هنا اخش جوه اعمل ايه؟ هقول cn اقرا لي ايه بقى؟ انا دلوقتي لو جيت كتبت اقرا لي الايه معناها اقرا لي الاري كلها، ودي حاجه ما ينفعش ان انا اعملها في سي بلس بلس مع الانتجرز تمام. يعني مع الاري اوف انتجرز ما ينفعش ان انا اقراها كلها مره واحده، عايزه اقرا element element. طب انا بوصل للاليمنت في الاري ازاي؟ بالسكوير براكت وبحط الاندكس في النص. فهنا a اوف i ده معناه ايه؟ ان انا هقرا element at index i. في حاجه عايز اتاكد انتوا فاهمينها لاني انا مش واثقه ان انتوا ايه ان كل الناس عارفينها يعني. ماشي دلوقتي احنا عارفين ان الاري يعني الاري مثلا لو انت عندك اوف 5 elements بتبقى الاندكس ده عباره عن ايه؟ كانه مكان الاليمنت، رقم الاليمنت. اول element بيبقى اندكس 0، تاني element index 1 2 3 4. لو عندك 5 elements هيبقى الاندكس اللي هو مكانهم مترقم من اول الزيرو لغايه الاربعه تمام. فانا عايزه اوصل لاليمنت معين مثلا رقم الاليمنت اللي في مكان رقم 3 اللي هو رابع element عشان بدأ انا من الزيرو. فاعملها ايه؟ بكتب ايه اوف الثلاثه بالشكل ده، فده كده يوصلني الاليمنت الايه اللي في index 3. فهنا انا هلف على indices كلها من 0 لاصغر من 5 اخش A of i أول دخلة هتبقى A of 0 اللي هو أول element، تاني دخلة تاني element، تالت دخلة تالت element and so on. فأنا بالفور لوب دي هقدر إيه؟
سي ان كل الالمس اللي عندي. تمام. طيب احنا قلنا جود براكتس قبل اي سي ان ان انا اكتب لليوزر انت هتدخل لي ايه اصلا عشان لما اجي ارن ما يبقاش الكونسول واقف مستني اليوزر يدخل له حاجه واليوزر اصلا مش ايه عارف يدخل ايه. فانا هنا هروح جايه عامله كده سي اوت اهي دي بس ايه عشان اليوزر بتاعي يعرف المفروض يدخل ايه. هقول له سي اوت ايه، هقول له بليز انتر 5 elements. تمام. وعملتها بره الفول لوب عشان تظهر مره واحده، هو يدخل خمسه ويدوس انتر خلاص. طيب بعد كده انا كده كريت عملت allocation للاري وعملت مليت الالمنتس بتاعتها، ناقص ان انا اعمل ايه بقى؟ اكول الفانكشن بتاعتي. يعني هنا كريت حاجه كول ذا فانكشن. دلوقتي انا الفانكشن دي مش المفروض هترجع لي ثلاث حاجات؟ يعني في الاخر انا عارفه ان انا في الاخر هيبقى معايا ثلاثه فاريبلز صح؟ في الايكوال وفي الليس ذان وفي الجريتر ذان، سميتها الاي والال والجي، سميها حتى كابيتال لو انت عايز ايه عشان تبقى واضحه بالنسبه لك. الاي الايكوال الليس الجي، ممكن تسمي نفس الاسماء اللي فوق وممكن تغيرها براحتك، دي حاجه ودي حاجه. يعني كل فانكشن ليها البارامترز بتاعتها والمين فانكشن تانية ليها البارامترز بتاعتها او اللوك اللي اسمه ايه قصدي الفاريبلز بتاعتها. فهنا انت الاي والال والجي خلاص، دول انا عارفه ان دول الثلاثه دول بعد ما هكول الفانكشن الثلاثه دول هيبقوا مليانين بالفاليوز الصح بالحسبه بتاعتهم. ناقصني بعد، يعني انا هعمل هنا الكول دلوقتي، انا هعمل هنا الكول خلاص. بعد الكول هعمل ايه؟ هسي اوت بقى، هسي اوت مثلا الايكوال كاونت اوف ايكوال ايكوال واجي اعمل ايه الاي ان ذا لاين خلاص. ونفس الفكره دي سوري هعمل بعديها الثلاثه الليس ايكوال الال صح كده، والجي اللي هو الجريتر ايكوال الجي. دي عايزه باشمهندسه الجي يبقى بوينتر ما تنسيش. اه ماشي، ما انا هعملها كده، ما انا هاخد بالي وانا ببعت الكل نفسها هبعت ادرس الجي مش الجي نفسها. انا كده بعرفها انتجر وعارفه ان انا في الكول الثلاث حاجات دول هيبقوا ليهم فاليوز، فانا هعمل اي والال والجي خلاص. هنا دي عملتها بين دبل كوت عشان هتنزل زي ما هي مسج زي ما هي، لكن دي فاريبل هاخد الفاليو بتاعتها. طب سطر الكول بقى نفسه هيحصل ازاي؟ بصوا بقى سطر الكول انا بقول اسم الفانكشن، دي اسم الفانكشن بتاعتي بعملها. تمام خلاص، باجي بين قوسين ابعت لها الانبوتس بتاعتها. هي بتاخد ايه بالترتيب؟ بتاخد الاري والسايز بتاعها. الاري ببعتها ازاي؟ الاري ببعتها باسمها بس، يعني اسم الاري، ما بحطش اي اقواس بعديها. ركزوا معايا وانا بعمل الكول ببعت الاري بس. بعديها هو كاتب تانية واحده، حتى بصي هو ظهرها لي هنا خط صغير، هو الفيجوال ستوديو بيظهر كده. طول ما انت ما عندكش ايرورز هتلاقيه متفاعل معاك وبيطلع لك ايرور، لو مثلا حاجه انت كتبتها غلط هتلاقيه بيفتح لك اقواس بيقول لك الحاجات اللي جواها متفاعل معاك. لكن اول ما تلخبط وتطلع في ايرورز كتير هيطنشك بقى خلاص، هيسيبك في حاله. تمام. فانت هنا انت ان دي السايز بتاع الايه الاري، فانا هقول خمسه، هما خمسه elements صح. الفاليو اللي انا عايزه اتشيك عليها على حسب، ممكن ابقى الفاليو احط له فاليو معينه ثلاثه مثلا بتشيك على ثلاثه، وممكن وانا هنا هو مثلا اقرا من اليوزر كمان الرقم اللي هو عايز اعدله عدد الكاونتس بتاعته. تمام. خلينا هنا رقم ثلاثه ان انا هقرا من اليوزر هريد the value from user read from user اللي هو بال cn برضو عشان ايه ابقى منظمه قبل اي سي ان يستحسن اكتب سي اوت افهم الراجل انا عايزه طالبه منه ايه. بس خدوا بالكم يا جماعه ده يعني قبل اي سي ان تحاول تخلي فيه سي اوت، ده نظافه كود لما انت ما تبقاش ملتزم باوتبوت معين. في بعد كده ممكن يديكوا حاجه لازم تلتزموا فيها باوتبوت معين، فما تنفعش تعملوا سي اوت على الفاضي والمليان ساعتها. يعني لو انا قلت لكم التزموا باوتبوت معين هو اللي يظهر بشكل معين، يبقى لازم تلتزم بالشكل ده. لكن ما دام هو سايباني مفتوحه ازوق انا براحتي. تمام. فهنا سي اوت هقول له مثلا بليز انتر ذا فاليو خلاص. فانا بعديها سي ان هنا مثلا هعمل حاجه اسمها في مثلا انتجر في واعمل سي ان للفي خلاص. واحنا زي ما قلنا قبل كده اند لاين ما ينفعش مع السي ان، تنفع مع السي اوت بس. طيب بعديها هعمل ايه؟ يبقى انا بعت الاري وبعت الفايل، اجي ايه
كده ابعت الفاليو خلاص اللي هو الفي ماشي. خدوا بالكم جوه المين انا شايفه الحاجات اللي تعرفي جوه المين، مش شايفه الحاجات اللي تعرفي جوه الفانكشن. يعني ما ينفعش اقول كلمه فاليو كامله كده كده في المين وهو يبقى فاهمها، لان فاليو الكامله دي موجوده جوه الفانكشن مش جوه المين. تمام. طيب بعديها عندي بقى بص ال اس دي مبعوته باي ريفرنس، يعني مبعوته باي ريفرنس. انا الحاجه المبعوته باي ريفرنس ببعتها ازاي؟ ببعتها عادي باسمها الفاريبل عادي، فده كان الليس ذان، فانا اللي هو ال انا سميته هنا ال، فانا هبعت الايه ال. طيب البي جي ار ده بوينتر، البوينتر انا مش هبعت له جي على طول، لا هبعت له ادرس الجي. ليه؟ لان لو انت بعت له الجي هيبقى هو بوينتر انتجر استرس، وانت بعت له انتجر كانك عايز انتجر استرس يبقى ايكوال انتجر، فساعتها هيبقى في تايب ميس ماتش خلاص. لكن يبقى انا الحاجه اللي باي ريفرنس ببعتها زي ما هي انتجر عادي الفاليو على طول، لكن الحاجه اللي باي ايه باي بوينتر بعمل ايه الادرس بتاع الفاريبل مش الفاريبل نفسه. تمام. طيب ده كده بعت الانبوت صح، هي كانت الفانكشن دي بس الانبوت بتاخد ايه اللي هما الستة انبوتس دول ولا الكام دول خمسه. طب الايكوال بقى اللي هو الريتيرن تايب بعمله ازاي؟ الحاجه اللي جايه لي في الريتيرن دي بستقبلها، بصوا بعمل كده اقول الاي ايكوال، بعمل فاريبل من نفس النوع وبقول ايكوال السطر الكول ده، فيبقى هو هيكون الفانكشن، ولما تيجي يقابل سطر الريتيرن الحاجه اللي هترجع دي هتبقى على يمين الايكوال، فكانك بتقول ايكوال الاي ايكوال الحاجه اللي راجعه خلاص. بس دي كده طريقه الكود. لغايه كده في حد عنده مشكله او مش فاهم اي حاجه من اللي انا قلتها؟ في حد عنده مشكله او شايف ان البروبلم صعب؟ طب تعالوا نرن دلوقتي نشوف هل في هل شغال مظبوط ولا في مشكله فنصلحها. تمام. طيب كنترول فانكشن اف 5 يا رب ما يقفلش الكنترول على طول، عايزين نجربها دي. استنى نشوف اي حاجه بس كده شوف هيقفل ولا لا. قفل على طول عشان ما يقفلش، يا اما اعمل سيستم بوز يا اما اعمل كاركتر مثلا سي بعد كده سي ان سي، فخليت له سي ان في الاخر فهيفضل واقف مستني في الكونسول مش هيقفل. عملت كنترول فانكشن اف 5 او كنترول اف 5 على حسب اللابتوب بتاعك. هدخل 5 elements مثلا 4 8 5 1 7 6 خلاص. الفاليو اللي هدخلها مثلا هدخل فاليو كام رقم 5 مثلا، أو خليها حاجة تانية خليها مثلا 7 خلاص. طيب عدد الـ equal كام؟ 1 صح، السبعة موجودة مرة واحدة. عدد الأصغر من السبعة الأربعة والخمسة والواحد 3، عدد الـ greater 1. طيب هل معناه إن هي رنت مرة واحدة إن هي كده بترن على كل الكيسز؟ لأ، أرن تاني وأجرب بـ inputs مختلفة يمكن يلخبط. أنا هعمل مثلا 1 1 2 4 8 مثلا خلاص، وأخلي الـ value رقم 3 الايكوال زيرو لان الثلاثة اصلا مش موجودة. الاصغر من الثلاثة واحد واحد واثنين اللي هما ثلاثة، اللي اكبر من الثلاثة اللي هي الايه اللي هي الاربعة والثمانية فجريتر باثنين، فكده يبقى ايه تمام. وبعد كده بتجرب ارقام ثانية مش هتعرف انك شغال في كل الكيس. في حد عنده اي مشكلة مش فاهم اي حاجة في اللي انا قلتها؟ قولوا يلا. هو لو انا مثلا في المين فانكشن مش هينفع ان انا اعمل انت ان ايكوال 5 بعد كده انت ايه سكوير براكت ان، مش كده؟ مش ده كده غلط؟ لا ايه قولي تاني. لو انا قلت انت ان ايكوال 5 بعد كده انت ايه سكوير براكت ان، مش ده كده غلط؟ لا مش هينفع، يعني ما ينفعش مثلا اعمل كده. بصي انت ان ايكوال 5 ممكن تيجي هنا عملت دي ان فيجوال ستوديو الفيرجن اللي معايا هيطلع لي ايرور هنا، هيقول لي expression must be a constant value، لازم يبقى constant. يعني لو انت عايزه انا عامله كده في الفانكشن فوق بس هو انت كونست كده تمام. في الفانكشن فوق بقى ليه حطينا انت ان؟ لا في الفانكشن فوق احنا مش عاملين كده، بصي حاطين انت ان بس هل كريت بيها اري؟ هل حطيتها في قوسين ان انا بكريت بيها اري؟ انا بعتها زي ما احنا سيبنا السكوير براكت في الاري كمان فاضيه، مش ما حطيناش فيها حاجه يعني. ما هي دي طريقه البعت في السي بلس بلس، ببعت بس البوينتر وببعت حاجه استخدمها في الفور لوب اللي هو ان، يعني فايده الان ان هي استخدمتها في الفور لوب، ما كريت ما عملتش كرييشن بيها الاري جديد فيعترض يقول لي ان فاريبل. طيب في بقى حاجه مهمه جدا عايزه اقولها، هو ازاي ال اس لما انا قعدت ازود فيه هنا زاد
في الايه في ال يعني بص ال انا كنت معرفه فرق بين مش مدياله فاليو اصلا ما كنتش مديها حتى بزيرو ولا حاجه فانا جيت هنا اول ما خليت ال اس بزيرو ال في المين بقت بزيرو كل ما ببلس بلس ال اس ال اللي في المين بتبلس بلس برضه يعني ماشيين مع بعض ايه اللي خلى ده يحصل مش هما الاثنين واخدين نفس المكان بعد كريفرنس اللي هي فكره الالياس اللي احنا كنا شرحناها في الايه في الحته دي ان هو الاكس الواي الياس الاكس هما الاثنين نفس الايه اسمين نفس المكان كانك بالظبط سميت ال بتاعت المين سميتها اديتها اسم جديد اسمه ال اس جوه الفانكشن فلما تقول ال اس ايكوال 0 كانك قلت ال ايكوال 0 بس لو انا جيت قلت هنا ال طلع لي ايرور يقول لي مفيش حاجه اسمها ال عشان ال دي متعرفه في المين فانا الاسم بتاعها جوه الفانكشن ال اس فهمتوا عشان كده هما الاثنين بنفس الايه علامه الريفرنس دي خلت الاثنين نفس الميموري لوكيشن فلما اغير ال اس جوه يطلع بره فانا دلوقتي بعت ال فاضيه بعتها في مكان ال اس وال اس مبعوته باي ريفرنس خلى لي انا كل ما اغير في ال اس اوتوماتيك بيتغير في ال مش محتاجه ولا اعمل ريتيرن ولا محتاجه اعمل حاجه نفس الفكره هنا ده باي بوينتر صح انا هنا بعت ايه بعت مش الجي لو بعت الجي هيطلع لي ايرور بعت ادرس الجي خلاص فلما اجي في اي وقت في الايه يبقى انا البي جي ار ده بيشار على جي بتاعه المين دي حاجه جوه الفانكشن بس بيشار على جي بتاعه المين فلما اجي اقول الاستريكس بي جي ار ايكوال 0 فده معناه الجي بتاعه المين خليها ايكوال 0 فانت كده بتغير برده دايركت في الايه في الجي بتاعه المين الريتيرن تايب ده فاريبل تمب انت عملته تمبري فاريبل عملته جوه الفانكشن وقبل ما تخرج من الفانكشن عملت الريتيرن دي الطريقه الثالثه اللي بخرج بيها حلو طيب في حد عنده اسئله انا كده خلصت في حد عنده اسئله مش هسمع عايشه لما كل الفانكشن وبعت لها ايه هو كده مش المفروض غلط المفروض ان انا ببعت لها يعني فاليو مش فاريبل لا ده اصلا لو بعت لها فاليو بصي بعت لها 5 لايك ايرور بيقول لك ما ينفعش يبقى كونستنت ازاي بقى ليه دلوقتي احنا هنا انا دلوقتي لما يجي بعرف الياس فاريبل هل ينفع اقول int by reference y equal 5 ما ينفعش ليه ما ينفعش لان انا ما بعملش مكان جديد في الميموري اسمه y بعمل اسم جديد لمكان اوريدي موجود في الميموري انا حاجزاه هل الخمسة ده مكان في الميموري اسم مكان في الميموري لا ده value فانت في الالياس لازم تقولي equal variable يكون محجوز من قبل كده وانت عايزة تديله اسم جديد فاهمة؟ اه تمام ماشي انا مش مهندس انا عندي سؤال في فوق خالص في الفانكشن ممكن اغير طريقه كتابه الاري يعني ممكن بدل ما اخليها اري براكت سكوير ممكن اخليها اسس اي ار ار يعني باك بوينتر بس بالظبط هما الاثنين ينفعوا ممكن اشيل ده كده احط استرسك يبقى يا اما القوسين يا اما الاسترسك القوسين بعد او الاسترسك قبل الطريقتين equivalent يعني الطريقتين بقدر ابعت بيهم اري بس الطريقه بتاعه الاسترسك دي هتنفعني في حاجه قدام يعني هتخليني اقدر اعمل حاجه ثانيه قدام المره الجايه خلاص ما ينفعش نعمل الداله من نوع void وهي نكتب جواها سي اوت وهي تخرج مع نفسها يعني نبعت نعمل لها كول بس وهي تعمل سي اوت لوحدها من غير ما نعمل سي اوت لمين بالظبط بص هو دلوقتي احنا في الفانكشنز يوجوالي مش بنستخدم السي اوت والسي ان خالص الا لو هي فانكشن وظيفتها تقرا او وظيفتها تكتب ايه فايده الكلام ده افرض انت عندك اري عايزه تعدي الكاونت بتاع الليس والجريتر والايكوال من غير ما اليوزر يحس يعني انت هتكتبي كود كبير يعني مثلا نغير احنا في الكود مثلا بعد شويه نخلي في المين في ايه كود كبير حاجات كتير بتشتغل على الاري هتيجي في ستيب معينه عايزه الفانكشن بتاعتك دي تتعامل ايه تبقى ما تتعاملش مع اليوزر حاجه انترنالي تحسبها وترجعها لك في فاريبلز وانت الفاريبلز دي هتعملي عليها حسبه تانية لو انت عملتي سي اوتس والسي ان جوه الفانكشن معنى كده ان اي وقت هتستخدمي فيه الفانكشن اليوزر هيحس بيها ازاي اليوزر هيحس بيها هيطلع له في السي اوتس حاجات في الكونسول هيظهر له حاجات ويبقى محتاج سي ان حاجات وكده فاللي احنا بنشتغل بيه في الكورس ده الجود براكتس اللي احنا بنشتغل بيه بنحاول الفانكشن لو مش وظيفتها البرينتنج او الريدنج بتبقى ما بتستخدمش اي سي اوت ولا سي ان فيها بتستخدم البارامترز اللي داخله واللي خارجه عشان ترجع الحاجه بتاعتها انا بعمل ايه بس بكرييت الفاريبلز اللي هي هترجع لي فيها الحاجه وبعملها الاول بكرييت الانبوتس بتاعتها وبملاها وببعتها لها
وبعمل الفاريبلز اللي هي هتكتب لي فيها الاوتبوت وبعملها لها ببعتها لها تمام. وبعديها بره بقى اروح عامله سي اوت الحاجات. فانت لو لاحظتي هتلاقي قدام هتلاقي اي سي ان او سي اوت هتلاقيهم جوه المين، قليل قوي ما هنعمل جوه الفانكشن حاجه فيها سي اوت او سي ان. تمام شكرا باشمهندس. هو باشمهندس كنت اسال على حاجه، هو ايه الفرق ما بين ان انا اعمل الفانكشن بالبروتوتايب بعد كده اكتب البادي بتاعتها وان انا اعملها فوق المين على طول؟ هو بص هو يعني احنا كامبلمنتيشن او كجزء عملي مش فارقه حاجه، بس هي كتنظيم يعني كتنظيم، وان يبقى كل البروتوتايبس عندك او كل الفانكشن بتعمل بتاخد ايه وبترجع ايه عندك، بنبقى حاطين ليست اوف الفانكشنز بروتوتايبس فوق والديفينيشنز نفسها تحت. طب هو كانت الدكتور في المحاضرة اللي فاتت قالت ان احنا بعد كده مش هنستخدم اصلا ان احنا نحط البروتوتايب اصلا، ازاي بقى؟ ما احنا كده اهو زي ما احنا عاملين، ما انا كده مش فاصل، بس انا عايز اعمل بالبروتوتايب هعمل دي اخرها سيمي كولون واجي واشيل ده خالص، اشيل كل الجزء ده انقله تحت مع البروتوتايب تاني من غير سيمي كولون، فاهم حاجة؟ لا هي قالت ان احنا اصلا مش هنحتاج ان احنا نعمل الجزء ده، هنعمله في حتة تانية باين حاجة كده. في البروسيس بالظبط، في البروسيس انت هتلاقي نفسك ان انت بتكتب البروتوتايبس اصلا في حاجه اسمها دوت اتش، وبتكتب الديفينيشنز اللي هي الفانكشنز دي في حاجه ثانيه اسمها دوت سي بي بي فايل وفايل، فبتلاقي نفسك مختلفين يعني ممكن اصلا في اماكن في فايلز مختلفه، فايل فيه البروتوتايبس كلها وفايل ثاني فيه الامبلمنتيشن كله. تمام. طب ممكن بس يا باشمهندسه تعملي ديبوجنج مثلا قدامنا كده عشان ابقى عارف بنعمله ازاي؟ انا عملت المره اللي فاتت صح؟ بس يعني عايز اشوفه عملي. حاضر اعمله لك ماشي بعد اذنك. ايوه اتفضل. السؤال هو السؤال في الاول خالص يعني في الجزء الاول خالص ساعه لما كان في اكس بره الفور واكس جوه الفور. في السؤال الاولاني خالص في الشيت لما كان اكس جوه الفور وبره الفور. ايوه السؤال ده لا هي لا اول سؤال خالص خالص اللي هو ايه الاف جوه الاف بقى اف معلش انا اسف مش بقى كلامك ماشي. واحنا ممكن نعمل سي اوت الاكس ديت اللي جوه ونخليها الاكس اللي بره. سي اوت الاكس اللي جوه ايه يعني نخلي اللي جوه دوت يدينا سي اوت 5 عشان شفتها لقيتها ينفع. بص في الحاله دي يعني في الحاله بتاعتنا دي ما ينفعش لان انا هي اكس واحده عندك كانت بخمسه الاول بقت ب10. هو في حاجه اسمها سكوب ريزوليوشن اوبريتور، فدوت لما باجي بحطه قبل الاكس اللي جوه بيجيب لي الاكس اللي هي الجلوبال اللي بره. ده لو في الحاله دي بقى في حاله البي لما يكون عندك 2 اكس ولا في حاله الاكس دي؟ ما دي كانت دي صح دي بي معلش والله انا خش بس في حاله البي. طب استنى هو بص هو لو في حاجة لو الحاجة دي موجودة في الكلاسز اللي هناخدها قدام في حاجة اسمها this دي بقدر اوصل بيها للاكس اللي بره. انت انا بقى بتقولي لو من غير الكلاسز في طريقة اقدر اوصل بيها للاكس اللي بره، ايه بقى الطريقة؟ هي اسمها scope resolution operator اللي هي بنعمل ايه؟ دبل كون بالظبط. ايوه فين بقى؟ هنا مثلا؟ ايوه بالظبط هنا. دي معلومة جديدة بالنسبة لي. بس هو مطلع ايرور فيه. The global scope has no X. اقول لك ليه؟ هو عايز دي تبقى بره خالص. بره المين. هو عايزها بره المين يعني. ماشي فدي طريقة ان انا اقصد بيها. جربي تحطي يا باشمهندسة واحدة بس مش اتنين بس. لا ما اعتقدش بس ماشي. باشمهندسة معلش ممكن تكتبي مين قبل الدبل كولن دول؟ الايه؟ جربي تكتبي مين بعد كده السكوب اوبريتور ده بعد كده الاكس. بص هو المفروض السكوب اوبريتور ده في الكلاسز بيبقى قبليه اسم الكلاس مش المين مش اسم أيوة. كلاس بس هنا مش عارفش. هو انت بتقول حاجه اللي هو ايه لو انا هستخدم جلوبال فاريبل بالشكل ده وعندي عرفت فاريبل جديد كده ده هيهايد الجلوبال، فلو انا عايزه اكسسه السكوب ريزولوشن دي معلومه جديده بالنسبه لي ودي حلوه معلومه كويسه. بس هي بس في حاجه اصلا عايز اقولها ان انا اصلا جلوبال فاريبلز تقريبا مش هستخدمه برده في الكورس خالص. ليه؟ لان انت لو استخدمت جلوبال فاريبلز مش هيبقى فيه فايده اصلا من حته الباسنج بتاع البوينت بتاع الفانكشنز والكلام ده،
لان انت كل حاجه ممكن تعملها جلوبال وتتاكسس بقى وتتغير من اي حته من اي فانكشن. تمام. بس اصلا كمان هيبقى في مشكله في الديباجنج بعدين، هتبقى انت مش كل فانكشن مثلا واخده شويه فاريبلز هي بتغير فيها وخلاص، فتبقى الدنيا ضيقه، عارف انت تديبجها كويس او تشوف مشاكلها كويس. هيبقى اي فاريبل ممكن يتغير من اي حته عشان هتقلب الدنيا كلها جلوبال، فالدنيا هتبقى ايه ملخبطه، مش هتعرف تديبج وتجيب الايرور او المشكله اللي عندك. تمام. طيب فاحنا يعني احنا قلنا دلوقتي في حاجتين في اي بروجرام بتشتغل فيه حلو ما بتعملوهاش، يبقى في اي سي ان او سي اوت جول فانكشنز العاديه غير المين دي كده اول حاجه المفروض ما تبقاش موجوده، الا لو فانكشن اسمها برنت انت اصلا عامل فانكشن برنت للسي سي اوت، او انا طالب لك في السؤال قلت لك جوه الفانكشن ريد فروم اليوزر كذا انا قايل لك ايه بشكل صريح، لكن لو اتثبت لك كده يبقى باي ديفولت احنا فاهمين عشان الجريدز هتبقى على الشكل ده على الطريقه دي، باي ديفولت السي ان والسي اوت جول مين مش جوه الفانكشن. تمام. طيب وتاني حاجه موضوع جلوبال فاريبلز دي برده مش مستلمه في الكورس تقريبا خالص. طيب في حد عنده اسئله تاني؟ مش مهندسه معلش سؤال بس ماشي ها هو انا الفانكشن اللي احنا استخدمناه فوق ممكن ادخلها جوه المين ولا لا؟ لا هي يا اما بتتكتب يعني بصي هي المكان الصح ليها، ما اعرفش ممكن تدخل جوه المين وتشتغل مثلا بقى تحتيها، بس مش ده الطبيعي اللي بنعمله، فانا هقول لك الطبيعي اللي احنا بنعمله ان هي بتبقى قبل المين بتبقى فيها الامبلمنتيشن كله، يا اما بتقسمي نصين تقول حطي البروتوتايب بس فوق المين وتحطي تاني بروتوتايب من غير سيمي كولون بالامبلمنتيشن تحت المين، يعني بعد المين بعد ما تخلص المين يعني ممكن تعمليها كده يعني كده عادي، يا اما تعملي كده سيمي كولون هنا تعمل ايه تاخدي كوبي بيست بتاع دي كلها كده كوبي وهنا دي تحطي اخرها سيمي كولن وتمسحي كل جزء الامبلمنتيشن ده، فبقى انا عندي دلوقتي ايه بروتوتايب تاخد ايه وبترجع ايه، اسماء الفاريبلز ممكن تبقى ايه اشيلها في البروتوتايب عادي، اجي بقى تحت المين كاني بقى بعرف بس الداتا تايب يعني بالظبط، اجي بقى تحت المين هنا تمام ابقى احطها بقى بالامبلمنتيشن الكامل بتاعها من غير السيمي كولن اللي بحطها في اخر السطر، لكن البروتوتايب بيبقى اخره سيمي كولن. تمام. طيب هل لو انا شلت الكلام ده اصلا شلت السطر ده في مشكله؟ انا ما عرفتها تحت المين بس في مشكله. في مشكله ايه؟ في مشكله الكومبايلر بيعمل ايه؟ بيبص على الكود بتاعك سطر سطر. فانا لازم اعرفها قبل ما اخش المين عشان هو مش هيقرا ده بعدها، يعني هو مش دلوقتي سطر سطر بص كده للمين قابل في فانكشن كول لفانكشن هو اصلا ما يعرفهاش، فلازم اعرفها. تمام. بروتوتايب قبل ما اخش بالظبط، لكن لما انا بحط البروتوتايب كده قبل ما بخش هو بيبقى فاهم ان انا عندي فانكشن هعرفها لسه قدامي اسمها كذا، دي الداتا تايب اللي بتاخدها ودي الحاجه اللي بترجعها، فلما تيجي يجي يقابلها في المين قبل ما انت تعرفيها له تحت ما يتلخبطش بقى ما يبقاش عنده مشكله. تمام. شوف دي كان ده كان الايرور لو دبل كليك عليه كان هيجيب لي مكانه بالظبط فين. تمام. طيب مش حد عنده سؤال ثاني في اللي احنا بنقوله؟ هو انا ليه لما بعمل سي ان لاري عن طريق السبيس لما بيخلص عددها ما بتقفش يعني غير لما اعملها بانتر؟ هقول لك لازم في الاخر خالص دوسي انتر عشان يستوعب كل اللي انت دخلتيه، يعني عايزه اشتغل مثلا هنا اعمل ديباج اقول واحد سوري اعمل رن 1 4 3 2 5 لازم دوسي انتر في الاخر عشان يستوعب اللي انت دخلتيه. لكن لما بعملها كلها بانتر بينفذها على طول من غير ما بتيجي تعمليها بانتر كده كده المهم في الاخر في انتر هما ممكن في الاخر في انتر فهو بيقدر يستوعب الفاليوز دي. تمام. طب هل ده لو عملتها بسبيس وزودت مثلا عن 5 ارقام هيقرا في لا هيقرا اهو وده مثلا رقم 6 هيعتبر ان الفاليو 6 هيبص كده بليز انتر افاليو ما استنانيش احط حاجه لان هو خد ال 6 حطها في اول سي ان قبلته بعد كده وحسب الحسبه بتاعته. ماشي. حد عنده سؤال تاني؟ باشمهندس هي بس هتنسيت تقولي لي على ريفرنس. نعم ماشي هقول لك على ممكن اقول لك دلوقتي عشان ما ايه ما انساش. بص هو في تكست بوك هتلاقي فيه حاجتين، في واحد فيرست ريفرنس كده الدكتور كاتباه مش منزلاه تقريبا انا او كنت منزلاه قبل كده، بس المهم سكند ريفرنس ده الامبورتنت اسمه لافور اهو. بصوا اهو ده اسمه Object Oriented Programming in C++ 4th Edition باي روبرت لافور. ده ايه ده اسمه؟ ده موجود على الدرايف تقريبا يا محمد، حاطينه على الدرايف تقريبا.
طيب تمام ماشي شكرا ماشي بس ده هتحتاجوه قوي او حتى يعني هتشوفوا الفايده بتاعته جامد في اكتر في من الكلاسز يعني اول ما ناخد الكلاسز هتلاقي الدنيا اللي هي مثلا اول اوبجكت اند كلاسز دي هتلاقي الدنيا بتشرح حلو قوي فيه تمام وبرسومات بحاجات كده في بقى فانكشنز وفي لوبس وكده ممكن برضو تذاكروها بس انا ما قريتهاش قبل كده هنا من عنده انا قريت من اول الكلاسز يعني تمام بس هو طريقته اصلا تبقى سهله يعني طيب في برضو انا بس عايزه اوريكم اللاب وبعد كده ممكن اعمل معاكم ديبوجنج بسهوله يعني بتاع كده امشي بالديبوجنج شويه اللاب احنا النهارده اشتغلنا ويك في شيت 1 عايزين بقى اللاب في اللاب الفانكشن بوينترز اريز انا عملت له اكستراكت يعني لو مسحنا هنا زي ما قلنا قبل كده هاجي هنا رايت كليك واعمل اكستراكت هير هيعمل لي الفولدر هدخل فيه هلاقي اكسبلانيشن دوكيمنت اكسبلانيشن دوكيمنت ده هيعمل ايه هو هيشرح البوينترز والاريز والفانكشنز الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها النهارده هو شارحها هتلاقي مع كل شرح فيه اسئله كده بتاكد بس انت فاهم ولا لا تمام والاريز اهو خلاص طيب بعديها هتلاقي في براكتس اكسرسايزز دي البراكتس اكسرسايز دي مسائل اللي مش محلوله ان انت تخش تحلها ممكن تبداوا عادي من اكسرسايز 1 بعد كده اكسرسايز 2 تمشوا فيها عادي المفروض الحاجات دي تقدروا تحلوها بس لا هو الصوت قاطع من عندنا بس ولا من عند كله لا صوت ظاهر عندنا طيب ريجوين طيب استنى ممكن سؤال كمان هو يعني ايه بيندينج ايه بيندينج قوليلي اتقالت فين هي ما اتقالتش هي كانت في اخر سلايد اللي هي اول سلايد خالص في اخرها خالص ايه اول سلايد في اخر لا هي مش هنا اصلا هي في محاضره الشرح ماشي طب خليها وقت يعني خليها وقت تاني ابقى انا وانتي تساليني فيها او حتى بعتيلي على الايميل اقولها لك تمام ماشي صوريني السلايد نفسها وابعتها لي باي ميل وسأليني اجاوبك على طول عشان اشوف ايه في ايه بالظبط ماشي طيب تعالى نكمل ما في كان ايه مين دلوقتي بيقول حاجه حد كان بيقول حاجه في حد كان بيسال في حاجه طيب انا كنت بوريكم اللاب هو اللاب اهو البراكتس اكسرسايزز بقى انتوا المفروض تشتغلوا عادي ممكن اكسرسايز 1 بس الحاجات اللي هي ليها علاقه بحته الباسنج باي ريفرنس وباي فاليو والكلام ده من اول اكسرسايز 4 استنى اتاكد كده ثانيه واحده اتاكد من دي من اول اكسرسايز 3 يعني بصوا من اول 3 هتلاقي دي ليها علاقه بحته الباي ريفرنس وباي فاليو والكلام ده اكسرسايز 3 ممكن تحلوا 3 4 5 تمام ده لو انتوا عايزين تحلوا بالظبط زي اللي احنا عملناه النهارده بس انتوا حاولوا تشتغلوا في كل الاكسرسايزز اصلا خلاص يبقى الناس عايزاها تحاول اتليست في اكسرسايز 3 او 4 او 5 اي واحد من الثلاثه تمام ده اتليست ده ما ينفعش تيجي المره الجايه من غير ما تكون محاول في واحد منهم تمام طب في حاجه تانية بقى انا دلوقتي استخدمت واحد منهم ولا هما الثلاثه بص المينيمم واحد منهم اللي انا عايزاك تعمله هما الثلاثه وباقي الاكسرسايزز بعديها كمان تمام طب احنا بنحله ولا ده بنحله بس لنا لا ده بتحلوه ليكم وبعديها احنا بعد كده المره الجايه ممكن نديكم مساله تحلوها من اللاب مع مساله جديده وممكن نخليكم حلو في اللاب الجديد على طول هنشوف هنعمل ايه المره الجايه بس انا كنت لغايه دلوقتي انا مش طالبه منكم حاجه جديده تمام طيب بصوا بقى الاكزامبلز بس خدوا بالكم في اساينمنت قريب هينزل لكم تمام فساعتها بقى ساعتها ده الاساينمنت ده اللي هيبقى جريدد قوي ولو اللاب المره الجايه في اون كامبس التسليم اللي هنعمله ده فيه برضه هيبقى جريدد طيب في بعد كده مع اللاب حاجه اسمها examples هنخش فيها ونفتح اللي هو .sln اللي هو solution الطريقه اللي بفتح بيها فيجوال ستوديو هفتح كده يقول لي upgrade او update يعني اقول له اوكي طيب هنقفل ده
ماشي هنيجي هنا. بصوا انا دلوقتي عايزه اشغل مثلا البروجكت الاولاني بعمله ازاي. عندي 2 بروجكت، واحد اهو واحد اهو. عايزه اشغل الاولاني برايت كليك عليه وبعمل سيت از ستارت اب بروجكت. الكلام ده قلناه المره اللي فاتت. طب يبقى هو البولد هو الاكتف، لو عملت رن هو ده اللي بيرن. عايزه افتح الفايل ابص على الكود، بفتح سورس فايلز اللي تحتيه بفتح السي بي بي فايل. هو الكود مكتوب بالشكل ده. ده عباره عن ايه؟ ده عبارة عن الكود مكتوب main وfunction معينة بعد by reference وby pointer والكلام ده خلاص. وفي comments هتلاقيها مكتوبة بتفهم الكود نفسه. انت بقى المفروض تعمل ايه في حاجة زي في حالة زي دي؟ هو دلوقتي ده pointers بيقولك مثلا ptr equal address الايه، what are the data types، what is the value of ptr، what does this mean. يعني هو كل statement بيقولك ايه الvalue بتاعت ptr، بيسألك يعني كأنه مسائل sheet بس عاملها ككود. طب انت عايز بقى الكلام ده تشتغل بيه كويس وتراجع ورا نفسك، يعني انت عايز تعرف الاجابات الصح تعملها ازاي. هشتغل باف 10. اف 10 دي اللي بترن بس ايه، تعمل ديبج سطر سطر. هشتغل باف 10 نيجي هنا مثلا، لقيت اهو الاي بواحد، هتلاقي الاي بواحد اهو عندك ماشي، تفضل تنزل بيها اند سو اون. بقى تقعد هنا هيملى الاري بتاعتك، هتلاقي اهو بص الاري بتاعتك الانت اري دي، انت اري قاعده بتملى 0 1 2 3 وكل الباقي جاربتش. هيقعد يمليها. لقيت هنا انه هيلف 10 مرات، مش هقعد الف انا بقف 10 هيلف 100 مره، هلف انا بقف 10 100 مره؟ لا، هحط بريك بوينت على اول سطر بعديها مثلا هو هنا. الاولش حطها هيحطها في اللي بعدها عشان ده ما كانش فيه حاجه اصلا، ده تعريف. وهحطها بريك بوينت بعديها. عايز انا بقى من المكان اللي فيه السهم الاصفر اكمل تنفيذ لغايه البريك بوينت بمشي بقف ايه؟ 5. يبقى اف 10 لو انت عايز سطر سطر. اف 5 بتمشي من المكان اللي انت فيه لغايه ايه؟ بتنفذ لغايه البريك بوينت. فانا هعمل اف 5 خلص لي دوب كلها. بصوا الاري 0 1 2 عمل لي انيشاليزيشن للاليمنتس ال 100 كلهم، وقفني عند الاي بريك بوينت دي. ابدا اكمل من بعديها، هكمل من بعديها ايه؟ الادرس ايه؟ انا ما عنديش الاي متخزنه في ايه، انا عندي الاي فيها واحد، ما عنديش الادرس بتاعها. اعرف منين؟ من الواتش. خش في الواتش اكتب ادرس الاي، دوس انتر، هتلاقي جاب لك الادرس الاي بالظبط كام والفاليو بتاعته كام، الفاليو بتاعه الاي نفسها كام. فهنا ادرس الاي 0x00 اخره 80 سي 80 خلاص. طيب دلوقتي لما نجي هنا في اللوكلز واجي اعمل دوس اف 10 الاقي البي تي ار بقى فيه ايه؟ بصوا كده البي تي ار الفاليو بتاعته ايه، 0x0 هنا وفي الاخر سي 80، يعني بقى هو فيه ادرس الاي فعلا، يعني بيشار على الاي فعلا. لما اقول استرس بي تي ار ايكوال 3 بصوا على الاي، الاي كانت بواحد. نقول asterisk ptr equal 3 امشي بف 10 هتلاقي ptr بقى بكام، الاي بقى بكام؟ ب 3. لان asterisk ptr ptr بيشار على الاي، يبقى كانك تقول الاي equal 3. وبمشي خطوه خطوه اجاوب على الاسئله الاول قبل ما امشي بف 10 واشوف انا صح ولا غلط، وبعديها جاوبت على السؤال ده امشي بالاف 10 اتشيك اجابتي صح ولا غلط. عايز اعرف الادرس اللي متخزن فيه اي فاريبل، تيجي في الواتش تكتب ادرس واسم الفاريبل اللي انت عايزه بيه مثلا عشان تعرف هو خزنه لك في ايه. تمام. طيب ونوقف الديباج اهو. عايزه مثلا ديباج البتاع التاني ده او اخش ارن وافهم الكود اللي فيه. انا هذاكر الكود ده بالسنتكس بكل حاجه تذاكروه. هاجي هنا تاني واحد حريت كليك وعمل سيت از ستارت اب بروجكت، اخش هنا في السورس فايلز في الفايل ده كبر شويه. ده هنا بيعمل ايه؟ في فانكشن بتحسب المينيمم من اري، بتاخد اري اوف فلوت وده السايز بتاعها، بتحسب هنا المينيمم خلاص، وواحدة بتحسب الماكسيمم وواحدة بتحسب الافريج، وهنا المين اللي بيتست الكلام ده كله. تقرا كويس وتتاكد ان انت فاهم طريقة كتابة كل حاجة، تحفظ كده الايه طريقة الكتابة نفسها. دي مذاكرة اللاب، يعني اللاب ده المفروض يتذاكر بالشكل ده. مش هتلاقي فيه معلومات احنا ما قلناهاش، هتلاقي كل المعلومات اللي فيه احنا قلناها في الايه في الشرح بتاعنا في الشيت وفي البروبلم اللي حليتها معاكم. تمام. الديباجنج انا بدأت اشتغل خلاص، عملت ديباجنج قدامكم من شوية في البوينترز. ففي حد عنده مشكلة تاني في الديباجنج؟ يا اف 10 وبريك بوينت واف 5، اف 10 سطر سطر، اف 5 بتمشي لغايه اول بريك بوينت بطريقه. حد عنده اي مشكله او عايز يسالني في اي حاجه؟ هو ليه في الفانكشن فوق اللي هي لما كتبنا الفاريبلز فوق ما كتبناش فوق ليس بس من غير علامه الادرس عكسنا؟ يعني اما جيت اعمل لها كول ليه ما غيرتش اسامي يعني اللي هي فوق انت علامه الادرس دي لس في السطر اللي هو بروت تايب،
ليه ما خليناهاش ليست بس وحطينا علامه الادرس مع ال اللي تحت؟ بص لو انت عملت الشيلتي ده كده ده نوع ايه؟ انتجر صح؟ تمام ماشي. لو انت جيتي هنا خليتي ادرس ال ده نوع ايه؟ ده بوينتر، الاثنين على بعض دول بوينتر، فانت انتجر بعتي له بوينتر، هل ينفع ما ينفعش؟ هيبقى تايب ميس ماتش صح؟ لكن انا دلوقتي يعني بصي كانك انت عايزه تعملي ايه؟ بصي كده معايا كانك ايه اللي كان نفس اسم الاستورج اللي عندي او الميموري اللي عندي مش هما نفس الاسم؟ طب فرقت ايه لما انا اغير الاسامي يعني؟ طيب هتفرق. طب بصي كده معايا الالياس ما بالشكل ده، هل ينفع اكتبه بالشكل ده؟ هل ينفع اقول انت واي هي ايكوال ادرس الاكس؟ ما هو ده اللي انت هو ده اللي انت بتقولي هنعمله، فاهمه حاجه؟ يعني اللي على الشمال ده هو اللي بكتب جوه الفانكشن، تمام؟ ده اللي بتكتب بعد الكول. هل حاجه زي كده لو كتبتها اصلا في السي بلس بلس هيطلعلي صح؟ مش نفس الداتا تايب بالظبط كده، فيبقى تايب ميس ماتش. فعشان كده انت ايه هو طريقه الالياس بالشكل ده، فالجزء ده بنعمله في الفانكشن بروتوتايب، الجزء ده ببعته في الكول. انت لما تبعتي حاجه للفانكشن كانك عملتي ايكوال، كانك عملتيها كده في سطر واحد ايكوال، تخيليها كانها كده. اوكي، يعني اللي على الشمال ده هو ده اللي انا بحطه في البروتوتايب، لكن لما اجي ابعته كول او حاجه بحط اللي هو اللي على اليمين، سواء بعد البوينتر او الريفرنس. بالظبط كده تمام. مش عارفه. طب في حد عنده سؤال ثاني؟ اي حد عنده اي اسئله؟ باشمهندس انا مش عارفه اللوكال والايتو اللي هو تحت ده هم الاثنين نفس الليستات؟ لا الصوت قطع، قولي لي ثاني. اللوكال والاوتو اللي بتبقى في الديباجنج تحت على الشمال، الفرق بينهم اللوكال والاوتوز؟ ولا اللوكال والووتش؟ الثلاثة يعني الثلاثة الفرق بينهم. مش هقول لك، بصي يا ستي، انت اللوكالز دي بتبقى فيها اللوكال فاريبلز، الفاريبلز اللي في الفانكشن اللي انت فيها، هو بيشوف انت في انه فانكشن بيجيب لك الفاريبلز بتاعتها بس، يعني مش بيجيب لك فانكشن ثانيه. الووتش دي انت بتبقي عايزه تدوري على حاجه معينه، ما يهمكيش كل الفاريبلز، انت عايزه حاجه معينه فتكتبي انا عايزه اشوف مثلا اتابع الاي والبي مثلا، بس هو مفيش اي وبي اصلا هنا، بس عايزه اتابع الاثنين دول مثلا بس. لو عندك حسبه عايزه تجيبي ادرس حاجه مثلا بتاعه تعرفي الفاليو بتاعتها، اللوكال مش هتبقى فيها كده، فيها حاجات ثابته اسماء الفاريبلز بس. لو عايزه مثلا ادرس السي هعمل ايه؟ ادرس السي، ادرس السي ويقول لي كام ده ادرس السي، الادرس ده الفاليو بتاعته حاجه كبيره كده بس الادرس بالشكل ده. تمام بس كده، يعني ده اللوكلز والووتش. الاوتوس بتجيب لي فاريبلز، يعني مش عارفه في اخر سطر او اخر سطرين، الفاريبلز القريبه بس من السهم اللي انا واقفه عنده، فاهمه؟ بس يوجوالي الاوتوس ما بنستخدمهاش، هي اللوكلز والووتش بنستخدم. طيب لو حد مش ظاهر عنده اللوكلز والووتش بيظهرهم منين؟ اول حاجه ببقى داخله جوه الديباج، يعني لازم ابقى اصلا داخله جوه الديباجنج باف 10 او اف 5 ايا كان، واجي عندك المنيو بتاعت الديباج ماشي، ويندوز ديباج ويندوز، هتيجي تلاقي الواتش هو موجوده، ممكن تختار اي واتش فيظهر لك تحت، وهتلاقي اللوكلز موجوده برضو عشان لو اتقفلت منك بالغلط. تمام. طيب حد عنده اي مشكله؟ حد عنده مشكلة؟ يا باشمهندسة وانا لازم وانا بعمل ران ابي اعمل بيلد؟ لا مش لازم، انت لما بتعملي ران اوتوماتيك هو بيعمل بيلد قبليها. طب لو انا مثلا عملت حاجه فيها غلطه ومش لاقيه بيصلح الايرورز، يعني الايرورز ما بتظهرليش ولما بغلط، عايزه اي ريفريش الايرورز عشان اشوفها، فبعمل انا بيلد بيلد. والله يعني ممكن ابقى انا شلت سيمي كولون، هو لسه ما استوعبش ان انا عملت حاجه غلط، هو استوعب بس افرضي ما استوعبش، انت عايزه تشوفي الايرورز اللي عندك فبيلد بيلد، كانك بتريفرشي خد بالك تشيك على الايرورز. لكن تعملي رن هو اوتوماتيك بيبيلد الاول وبعد كده بيرن. تمام. حد عنده اي مشكله في الكلام ده؟ نقفل الريكوردينج.